الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من المحترف. حضراتكم النهاردة إن شاء الله هنتكلم حديث الكرة العالمية. أكيد النهاردة معانا حلقة مميزة جدا جدا. النهاردة الحقيقة الحلقة مختلفة شوية، طبعا في ظل توقف الدوريات الأوروبية حاليا في الفترة طبعا الفيفا ديت. هنتكلم عن تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم 2022، وخاصة على مستوى القارة الأفريقية وعلى مستوى القارة الأوروبية. أكيد هنتكلم بشكل مفصل، هنعرف الوضع الحالي لمشوار التصفيات، الفرق وصلت لحد فين. كمان هنتكلم عن يعني دوري الأمم الأوروبية اللي حضراتكم يمكن متابعين، إن امبارح كان في مباراة طبعا نصف النهائي الأولى ما بين طبعا كانت ما بين المنتخب الأسباني والمنتخب الإيطالي، ويمكن خلال يمكن ساعة من دلوقتي هيكون انطلاقة المباراة الثانية ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الفرنسي. هنتكلم على كل دوت. أكيد حلقة إن شاء الله هتكون حلقة دسمة جدا على مستوى تصفيات كأس العالم في أوروبا وفي أفريقيا. وطبعا في أفريقيا أكيد هنتكلم عن منتخب مصر، منتخب مصر اللي يمكن كلنا منتظرين انطلاقة جديدة، انطلاقة جديدة مع جهاز فني جديد. والنهاردة يمكن كان في آخر تدريبات منتخبنا اللي إن شاء الله بكرة نتمنى له إن شاء الله التوفيق، ويكون بإذن الله بداية موفقة للجهاز الفني الجديد، بداية موفقة لمنتخب مصر، لأن المباراة في اعتقادي الشخصي في المتناول على مستوى الاسم، على مستوى اللعيبة، على المستوى الفني. أكيد إحنا قادرين على الفوز على المنتخب الليبي اللي ليه كل احترام. المنتخب الليبي منتخب بيحقق لغاية دلوقتي العلامة الكاملة، منتخب قوي جدا، ولكن إن شاء الله بكرة بإذن الله يكون منتخب مصر قادر إنه يعتلي مجموعة ويفوز على المنتخب الليبي. عشان كده مع حضراتنا مع حضراتكم هنروح لطبعا برج العرب، استاد برج العرب. معانا طبعا زميلنا طبعا مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي محمد توفيق. بنقول لك مساء الخير يا محمد، النهارده يوم مهم جدا من خلال طبعا اخر تدريبات منتخبنا القومي اللي بيستعد بقوه لمباراه المنتخب الليبي بكره. عايزين نعرف الاجواء، التدريب كان ماشي عامل ازاي، وكمان نعرف من خلالك كمان كان في مؤتمر صحفي لكروش، نعرف تفاصيل. قول لنا الاخبار عندك ايه. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي ليك ولكل مشاهدي برنامج المحترف في كل مكان وكل جمهور النادي الاهلي العزيز. بالفعل مع حضرتك من هنا من استاد برج العرب بالاسكندريه. منذ لحظات قليله انتهى التدريب الاخير للمنتخب المصري استعدادا لملاقات ليبيا ان شاء الله في تصفيات كاس العالم في الجوله الثالثه من تصفيات المجموعه السادسه. خلينا اطمنك في البدايه على منتخبنا، يمكن الاجواء اكثر من رائعه. انا عايز اقول لك حضرتك طبعا كنت نجم كبير وكابتن منتخب مصر، فاكيد واصل لك الاحساس دوت. عايز اقول لك من زمان جدا ما شفناش لاعب منتخب مصر الوجوه بان عليها جدا الاريحيه، اللاعبين في حماس خاصه المحترفين وبشكل خاص قائد المنتخب محمد صلاح يمكن بان عليه جدا الاريحيه، واللاعبين كلهم في حاله معنويه اكثر من رائعه. ان شاء الله ده يكلل ان شاء الله باداء ونتيجه باذن الله تكون موفقه غدا. خليني احكي لك بقى عن تفاصيل يوم من بدايته كابتن هاني. يمكن الساعه 6 ربع كان المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب مصر مستر كارلوس كيروش. يمكن اتكلم في المؤتمر في البدايه، وجه التحيه لوسائل الاعلام المتواجده جميعا واللي بتغطي المنتخب في كل مكان. يمكن طلب المسانده من الاعلام وقال يعني يا ريت تجاوبوني لو متحمسين لمسانده المنتخب، ولما الناس كلها جاوبته قال يا ريت كمان تبقوا بنفس الحماس ده بكره ورا المنتخب بعد انتهاء المباراه. يمكن طلب بعد كده توجيه الاسئله من الاعلاميين والصحفيين المتواجدين. يمكن كان اول الاسئله عن اصابه الشناوي، فقال لا طبعا دي معلومات مغلوطه، الشناوي ما كانش مصاب، هي بس مجرد كدمه وده شيء عادي جدا يحصل في التدريبات، لكن الشناوي بحاله جيده وال24 لاعب بكامل عددهم من المتواجدين في معسكر المنتخب في حاله اكثر من ممتازه، وان شاء الله نخش مباراه الغد بصفوف مكتمله. كمان اتسال عن الانسجام ما بين اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين، قال طبعا كنت اتمنى ان الفتره الطول بتواجد اللاعبين مع بعض لكن دوت المتاح خاصه في ظل لوائح الفيفا، لكن طبعا يعني بيقدم الشكر لجميع الفرق المحليه انها سمحت للاعبيها انها تتواجد معاه من فتره مبكره، وكمان المحترفين اللي وصلوا بدري زي احمد حجازي اللي وصل قبل باقي المحترفين بيومين. قال طبعا كنت اتمنى الفتره الطول لكن ده المتاح واحنا في مرحله التحضير وهنشتغل على المتاح، اهم حاجه ان احنا نظهر بكره بمظهر مشرف يشرف جمهور مصر. وقال كابتن هاني ان مصر او منتخب مصر محظوظ انه يمتلك مجموعه كبيره من اللاعبين اكثر ميزه تميزهم هي الانضباط والالتزام وهي القتال من اجل زي ما قلت تيشيرت منتخب بلدهم، وان هم متحمسين جدا ان هم يسعدوا غدا كل الشعب المصري. كمان سأل عن
مدى استيعاب اللاعبين لطريقته. قال انا بخبرتي الدوليه في المنتخبات لا اميل الى احداث ثوره في التشكيل او ثوره في طريقه اللعب. احنا في بدايه التحضير، اهم حاجه بكره نظهر بشكل اكثر من رائع، نكون افضل من الفريق اللي قدامنا، لان استحاله تكسب بالاسماء او بالكلام. الحاجه الوحيده اللي تقدر تخليك تكسب في مباراه انك تكون افضل من الفريق المواجه ليك. كمان لما اتكلم عن حظوظه وايمانه باللاعبين والثقه فيهم، قال بالطبع احنا بنقابل منتخب ليبيا، انا من وجهه نظري ان هو افضل منتخب في المجموعه بالارقام. منتخب ليبيا هو متصدر المجموعه بست نقاط، وانا بعتبر ان التصفيات عباره عن مباراه من ست اجزاء. انا لعبت جزئين جبت فيهم اربع نقط، منتخب ليبيا لعب جزئين احرز فيهم ست نقط، يعني انا داخل المباراه غدا متاخر بنتيجه 6-4. اتمنى ان بعد نهايه المباراه اكون متقدم بنتيجه 7-6 لليبيا واكون في صداره المجموعه. كمان كابتن هاني يمكن يسال عن مباراة العودة، قال طبعا انا ما بفكرش مباراة العودة، انا عندي مباراة واحدة بس هي نهاية العالم بالنسبة لي، هي مباراة الغد، هي دي اللي بفكر فيها. بعد مباراة الغد افكر في اي حاجة تانية، لكن انا مشغول غدا بمباراة ليبيا ولا شيء غيرها. كمان السؤال عن التشكيل، قال طبعا انا ما اقدرش اتكلم في التشكيل، لكن انا بمتلك 24 لاعب يمتلكون الروح القتال في الملعب، فخور بيهم جميعا، فخور ان بمتلك هذه المجموعة من اللاعبين. قال يمكن جاهزية ال 24 لاعب اصابتني بالصداع، ولكن الصداع جيد للغاية وانا سعيد بيه جدا. يا ريت كل الصداع يبقى بالشكل دوت، ان يبقى عندي 24 لاعب جاهز، انا محتار ابدا بمين فيهم. كمان يمكن وجهت له سؤال يا كابتن هاني في نهاية المؤتمر، قلت له يعني اكيد طبعا مش هنطلب منك انك تقول الخطة او التشكيل، لكن هل استقريت بشكل كبير على الخطة والتشكيل هتبدا بالمباراة؟ قال انا مش عايز اتكلم في شيء محدد، الحاجة الوحيدة بس اللي عايز اتكلمها واوعدكم بيها ويا ريت توصلوها كرسالة لكل جمهور المنتخب المصري، ان بكرة ان شاء الله هتشوفوا فريق عظيم جدا، فريق مش هيبخل بنقطة عرق داخل المستطيل الأخضر، هيقاتل لآخر لحظة لتحقيق الفوز ويعني إسعاد جميع أفراد الشعب المصري. بعد نهاية المؤتمر يمكن كان التدريب الأخير لمنتخب مصر كابتن هاني في تمام السادسة، يمكن التمرين استمر لمدة ساعة وربع، يعني منذ لحظات قبل ما أدخل محرك على طول كان المنتخب. طمنا يا محمد، طمنا على أجواء التمرين، كانوا متواجدين داخل، يعني إحنا حابين طبعا من خلال المؤتمر الصحفي زي ما قلت لحضرتك في البداية كابتن هاني. لا المؤتمر الصحفي طبعا يمكن في بعض الاسئله هسالها لك، لكن طمنا على اجواء التمرين، الحاله المعنويه للعيبه اكيد انت شايفها في الملعب، وجود محمد الشناوي بشكل خلاص، هو حتى الراجل من خلال المؤتمر الصحفي قال ان هو هيكون ان شاء الله يعني جاهز للمباراه. طمنا على حاله اللعيبه داخل الملعب، الاجواء داخل الملعب، الحاله المعنويه للعيبه، واعتقد زي ما انت قلت او هو كمان كروش قال ان الحاله المعنويه عاليه جدا. عايزين نطمن من كمان من خلالك، انت كنت موجود يعني بجانب اللاعبين، اشرح لي حاله اللاعبين دلوقتي. يعني زي ما قلت لك كابتن هاني يمكن كمان كلامنا هيبقى مدعم بالصور اللي هتبقى مع حضرتك من تدريبات المنتخب، يمكن حاله معنويه مرتفعه جدا اللاعبين، ظهر عليها جميع اللاعبين. يعني خلينا نتكلم بصراحه، زي ما قلت لحضرتك انت كنت كابتن منتخب مصر وتحس بالاجواء دي من زمان جدا، ما شفناش منتخب مصر اللاعبين فيه حاله من الارتاحيه، تحس ان المنتخب فعلا من زمان ما شفناهوش وحده واحده في زي ما بنقول يعني التحام بين اللاعبين، تحس ان فعلا الفريق ايد واحده، كل الفريق بيسعى لهدف واحد وهو تحقيق الفوز بكره. يمكن كمان محمد صلاح النني المحترفين بشكل خاص ظهر عليهم الارتياحيه، يمكن حماس في التدريبات، كان في بس جزء اول ربع ساعه من التدريب هو اللي كان مفتوح، ولكن بعد كده تم اغلاق المران امام جميع وسائل الاعلام. لكن بشكل عام بحب اطمنك كل اللاعبين حالتهم الفنيه والبدنيه والطبيه اكثر من رائعه، كمان الحاله المعنويه زي ما قلت حاجه زي ما شفناها وشاهدناها، لا الحاله اعتقد مختلفه جدا عن المباراتين السابقتين. اعتقد ان ده ان شاء الله يكلل بالنجاح ويبان على اللاعبين في الملعب. طبعا حضرتك عارف ان الحاله المعنويه والنفسيه للاعبين وعلاقه اللاعبين ببعضهم بتنعكس بشكل كبير داخل المستطيل الاخضر، وده يمكن اللي شفناه من حاله التفاؤل اللي موجوده على المدير الفني وكمان اللاعبين في الملعب. صحيح، انا بتفق معاك تماما، من الواضح من خلال الصوره اللي هي احنا يمكن شايفينها دلوقتي حاله اولا جزء كبير من التركيز، الجزء الاخر وده مهم جدا، حاله من انواع التفاؤل، ولازم يكون التفاؤل ولكن التفاؤل بحدود. شايفين محمد صلاح مع النني، يعني كمان محمد صلاح بعد التألق الكبير في البريمير ليج خاصة في المباراة الأخيرة، أعتقد كمان بيدي طاقة إيجابية للاعبين بشكل كبير جدا، مش محمد صلاح بس، على مستوى كمان كل لاعبتنا المحترفة، حجازي ماشي بشكل أكتر من رائع، موجود وجوه جديدة من محترفين زي عمر مرموش، طبعا لاعب طبعا شتوتجارت في الدوري الألماني، كل ديت أعتقد مهم جدا، بتدي روح إيجابية. ولكن على الجانب الآخر يا محمد كمان لازم كمان المنتخب الليبي، أخبار المنتخب الليبي إيه؟ هل المنتخب الليبي هيتدرب يتدرب قبل المنتخب ولا لسه عنده جرعة تدريبية في استاد بعد يعني عنده تدريبة رئاسية أكيد بعد
المنتخب بتاعنا ما يخلص تدريبه. اشرح لنا برضو الأجواء على مستوى المنتخب الليبي، لأنه مهم جدا كمان نعرف الخصم بتاعنا معنوياته إيه، لعبته إيه، عنده بعض الغيابات، هل بيستعد بشكل قوي؟ يعني عرفنا كواليس المنتخب الليبي الموجود حاليا في برج العرب. بالفعل كابتن، يمكن ده هيبقى محور حديثك. لكن قبل ما اروح لمنتخب ليبيا، يعني اخر تفصيله في تأثيرات المنتخب، يعني في تفصيله صغيره، لكن حضرتك بخبرتك اكيد عارف دي تعني ايه. يمكن في كل الفترات اللي فاتت محمد صلاح كان بيبقى بعيد جدا عن وسائل الاعلام، تحس انه بيتدرب في جزء شويه بعيد عن وسائل الاعلام. النهارده محمد صلاح والاول مره من فترات طويله، لا محمد صلاح كان متعامل انه يكون الجزء اللي فيه وسائل الاعلام هو اللي كان واقف، واكيد الصور عند حضرتك كان بيتدرب، كان يعني اكيد شايف الحاله المعنويه والنفسيه اللي كان ظاهر عليها. فدي اعتقد كانت رساله طمأنه لكل جماهير مصر. على الجانب الاخر، المنتخب الليبي، يمكن المنتخب الليبي وصل مبكرا جدا لاسكندريه من يوم الاثنين، منتخب ليبيا موجود هنا. يمكن زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله يعني بعد دقائق قليله هيكون المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب ليبيا الاسباني خافير، يعني ان شاء الله بعد دقائق قليله. يمكن المنتخب الليبي زي ما قلت لحضرتك وصل من بدري جدا، هيكون كمان يعني زي ما الناس اللي تابعت التدريبات والاخبار اللي جايه اللي اتكلمنا فيها مع الاشقاء الليبيين المتواجدين للوفد الصحفي اللي موجود هنا، ان طبعا الاعتماد بشكل كبير جدا على مؤيد اللافي وحمدي الهوني اللي وصلوا مع الفريق وفي حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه. ان شاء الله بعد المؤتمر الصحفي اللي طبعا هنوافي حضرتك بكل اخبار اتقال فيه للمدير الفني خافير، المدير الفني الاسباني لمنتخب الليبي، هيكون في تمام الساعه الثامنه طبعا وفقا لبروتوكول الاتحاد الدولي فيفا، هيكون تدريب المنتخب الليبي على نفس ملعب المباراه ملعب برج العرب، هيكون في تمام الساعه الثامنه، وهيستمر كما هو مقرر لمده ساعه ونصف على ارضيه الملعب كما تنص اللوائح. الاخبار كلها اللي طالعه من المعسكر الليبي ان الفريق مستعد بشكل قوي، طبعا جايين بحاله معنويه مرتفعه خاصه وهم جايين متصدرين المجموعه، بيتكلموا شويه عن الخلفيه التاريخيه وان هم دايما ليهم نتائج مميزه مع المنتخب المصري. لكن اعتقد مستر كيروش يعني اتفرج كتير جدا على المنتخب الليبي ولفت النظر، واعتقد ان الراجل مدي منتخب ليبيا حجمه وزياده وعامل حسابه ودارس كل نقاط القوه والضعف في المنتخب الليبي، وان شاء الله كل دوت يكلل ان شاء الله بالنجاح واضافه 3 نقاط يضعونا في صداره المجموعه، وبعد كده ان شاء الله نفكر في مباراه العوده اللي هتكون في ليبيا باذن الله، وان شاء الله المنتخب يحصد يعني نتيجه ايجابيه من المباراتين تضعه في المقدمه ويكون كمان ان شاء الله سلمه او خطوه نحو الصعود ان شاء الله للمرحله الثانيه. محمد بنشكرك شكرا جزيلا، وتحياتنا ننقل تحياتنا طبعا لكل اللاعبين والجهاز الفني، ونقول لهم احنا اكيد سبورت وراهم، كلنا مش احنا بس، كل مصر ورا منتخبنا. بكره ان شاء الله مباراه تكون بدايه جديده لمنتخبنا ان شاء الله نعتلي بها صداره المجموعه وتبقى ان شاء الله طريق لكاس العالم. محمد توفيق مراسلنا من برج العرب، نشكرك شكرا جزيلا. زي ما بقول لحضراتكم اكيد ان شاء الله كل الدعم لمنتخبنا، المباراه على المستوى الفني زي ما بقول لحضراتكم مباراه مش سهله، لكن على مستوى طبعا الاستعدادات شايفين حتى كيروش المدير الفني للمنتخب منتخب بلدنا مصر بيحترم جدا جدا المنتخب الليبي. المنتخب الليبي بكره بيلعب طبعا شويه عنده اريحيه، يعني متصدر المجموعه ب6 نقاط بيلعب في مصر، اعتقد المباراه هتكون على المستوى الفني ان شاء الله ان شاء الله في صالح منتخبنا، وخاصه ان الحاله المعنويه وجود محمد صلاح بعد التألق الكبير على مستوى البريمير ليج على مستوى الشامبيونشيب او الشامبيونز ليج اكيد ده بيدي روح ايجابيه للفريق. ومش عايزين نتكلم بس على محمد صلاح، منتخب مصر مش منتخب محمد صلاح، محمد صلاح يمكن يعني قوه كبيره جدا جدا في منتخب مصر، ولكن يعني خلينا نتكلم بكل امانه دي لعبه جماعيه، دي كره قدم، لان بعض الناس في الفترات السابقه بتقول محمد صلاح ما بيأديش بنفس المستوى بتاع ليفربول، انا ضد الكلام ده تماما، الاجواء مختلفه، اللعيبه مختلفه، طريقه اللعب مختلفه. خلينا نتكلم ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق كل لاعبتنا اذا كان حتى المحترفين في الخارج او المحترفين داخل مصر ان شاء الله الفوز لمنتخبنا باذن الله. طيب خلونا قبل ما نخش على الصحف نتكلم مع يمكن الصحف العالميه قالت ايه، نتكلم في بعض النقاط السريعه والاحداث اللي حصلت في اوروبا. على مستوى الاتحاد الاوروبي لكره القدم يمكن كشف عن الشعار الرسمي للنسخه المقبله من بطوله كاس الامم الاوروبيه 2024. طبعا البطوله دي هتستضيفها المانيا في 2024. الحفل تم يعني كان حفل رائع كبير جدا، استضافه الاستاد الاولمبي بالعاصمه الالمانيه برلين، وطبعا ده احد الملاعب العشره اللي هتستضيفها البطوله بعد 3 سنوات من دلوقتي.
حضر الحفل طبعا رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم الكسندر تشيفرين، واللي سلم كاس اوروبا الى مدير البطوله الكابتن السابق لبايرن ميونخ والمانيا القائد فيليب لام. طبعا يعني ده طبعا خلافا لبطوله امم اوروبا اللي اقيمت 2020. البطوله ان شاء الله بعد 3 سنين يعني في 2024 هتقام يعني 51 مباراة هتقام في ألمانيا في الفترة ما بين 14 من يونيو 14 يونيو لغاية 14 يوليو. كمان الاتحاد الأوروبي قال إن شعار اليورو 2024 مستمد من أعلام منتخبات القارة العجوز البالغ طبعا عددها 55 اتحاد، كما يظهر كأس أمم أوروبا وسط الألوان البالغ عددها 24 واللي بتمثل طبعا المنتخبات المشاركة في البطولة. طبعا ألمانيا فازت بشرف تنظيم هذه البطولة كأس أمم أوروبا 2024 يمكن بعد منافسة قوية مع تركيا. البطولة بتشهد كمان مشاركة 24 فريق دول هيتقسموا لست مجموعات بتأهل أكيد منها أول وتاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 توالد في المجموعات اللي هيوصلوا لدور الـ16. زي ما حضراتكم شايفين استعدادات كبيره جدا. في تصريحات لتشيفرين طبعا المدير يعني ده يعني رئيس الاتحاد الاوروبي، لكن زي ما حضراتكم شايفين استعدادات كبيره جدا جدا في المانيا، استعدادات على اعلى مستوى اعتقد هتكون على مستوى التنظيم على مستوى الاداء على مستوى كره القدم. اكيد كلنا بننتظر اكيد بطوله قويه جدا جدا، بطوله الامم الاوروبيه 2024. ويمكن في ظل الكلام عن بطولة أوروبا 2024 كان في جدل كبير جدا جدا في العالم على نقطة إقامة بطولة كأس العالم كل سنتين. بصراحة كانت عاملة صراع كبير جدا جدا ما بين الفيفا وما بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. على هامش الحفل أو شعار 2024 اتكلم النجم الكبير فيليب لام في القصة ديت، ويمكن في اعتقادي الشخصي ان كان في اعتراض كبير جدا جدا من الاتحاد الاوروبي على اقامه هذه البطوله. ليه الاعتراض؟ على اساس ان طبعا دي بتهلك جزء كبير جدا من قيمه اللاعبين، اللاعبين على مستوى لغايه السنه دي يعني كل كاس العالم كل 4 سنين انت بتتكلم على التوب تيمز في العالم كله او على مستوى القاره الاوروبيه بيلعب ما بين 50 ل 60 مباراه في السيزون، ده عدد كبير جدا جدا. مع ملاحظة كمان ان في ارتباطات على مستوى الدولي، في ارتباطات على مستوى المحلي من خلال الدوريات، اعتقد اقامة كاس العالم كل سنتين ما لقيتش استحواذ او استحسان كتير وخاصة على مستوى الاتحاد الاوروبي. كمان كشفت دراسات رياضية عالمية خلال الساعات الماضية النقاب على كمان اغلى اندية في العالم من حيث القيمة التسويقية للاعبين، او ما اقول اغلى اندية في العالم كلنا هنقول نمره 1 باريس سان جيرمان. لا، مش باريس سان جيرمان هو اغلى انديه العالم على مستوى يعني على مستوى التسويق بالنسبه للاعبين. نجوم كبار جدا جدا اكيد في نيمار، مبابي، ميسي، اشرف حكيمي ده موجود في البي اس جي، لكن المركز الدولي للدراسات الرياضيه السي اي اي اس عمل دراسه جديده تناول فيها الفرق الاعلى من حيث القيمه التسويقيه للاعبين خلال الفتره الحاليه. خلينا نقول مع حضراتكم تصدر المان سيتي القائمة، بعديه يمكن الغريم التقليدي مانشستر يونايتد في المركز الثاني، وطبعا الفريقين طبعا قيمة تسويقية كبيرة جدا يمكن تعدت المليار يورو. هنتكلم كمان على أغلى يعني أعلى 5 أندية في العالم من حيث القيمة التسويقية على النحو التالي. زي ما أقول لحضراتكم نمرة 1 مانشستر سيتي الإنجليزي بمليار يعني مليار بوينت 950 مليون جنيه استرليني. المركز الثاني المان يونايتد بمليار وحوالي 380 مليون جنيه استرليني. المركز الثالث تشيلسي ب 809 مليون جنيه استرليني. في المركز الرابع برشلونة ب 766 مليون جنيه استرليني، والمركز الخامس كان بايرن ميونخ ب 761 مليون جنيه استرليني. دي زي ما بقول لحضراتكم يعني اغلى الانديه على مستوى تسويق اللاعبين او القيمه التسويقيه للاعبين في الفتره الحاليه.
يعني زي ما بقول لحضراتكم بنتكلم على يمكن اللي جه الناس بتقول هو برشلونة عنده مشكلة مالية وموجود في هذه القائمة دي ازاي. انا بتكلم على القيمة التسويقية للاعبين الحاليين، وبالتالي احنا بنتكلم على برشلونة بيمر بأزمة مالية، لكن المستقبل موجود عنده. ليه المستقبل موجود عنده؟ لانه عنده لعيبة مستواها اكتر من رائع، لعيبة صغيرة في السن، وهذكر بالذكر طبعا جافي. جافي لعيب البرشلونة والمنتخب الاسباني، لعيب عنده 17 سنة، محدش يتخض، لان زي ما بقول لحضراتكم ظهور جافي امبارح امام المنتخب الايطالي بصورة اكتر من رائعة. لاعب تخيلوا، لاعب عنده 17 سنة بيلعب في برشلونة، وكمان لويس انريكي المدير الفني للمنتخب الاسباني بيضعه في مباراة مهمة جدا جدا، بنتكلم على نصف نهائي دوري أمم أوروبا أمام بطل أوروبا على أرض بطل أوروبا. فتخيلوا حضراتكم اللاعب دوت مستواه عامل إزاي. تخيلوا حضراتكم إن اللاعب ده عنده 17 سنة، ويمكن آخر التقارير إن برشلونة عمل عقد معاه. حضراتكم عارفين إن أقل من 18 سنة ما ينفعش يعمل معاه عقد، مش هو الولد اللي مضى، لكن والده مضى على العقد بالنسبة لبرشلونة لغاية 2026. ده رقم طبيعي، لكن ان اي نادي في العالم يريد التعاقد خلال هذه الفتره مع جافي عليه ان يدفع 435 مليون باوند. تاني، 435 مليون باوند، ده التمصفير لهذا اللاعب صاحب ال 17 سنه اللي متواجد في صفوف طبعا المنتخب الاسباني وفريق برشلونه. بكلمكم على برشلونة عنده لعيبة كتيرة جدا جدا، القيمة التسويقية لهؤلاء اللاعبين عالية جدا جدا، ومن خلال حديثنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية كمان عن مباراة إيطاليا وأسبانيا أكيد هنتكلم على جافي أو جافي اللعيب القنبلة، من خلال طبعا بعض الفيديوهات ليه، من خلال بعض توقعات يعني خبراء الكورة أن هذا اللاعب سيكون هو بيقولوا هو ميسي القادم للكرة العالمية. طيب على الجانب الآخر، يمكن سيطرت حالة من الحزن الشديد جدا على حارس المرمى الإيطالي طبعا دوناروما. دوناروما طبعا بعد انتهاء مباراة منتخب إيطاليا أمام المنتخب الأسباني في دوري الأمم الأوروبية، وطبعا شهدت طبعا فوز أسبانيا 2-1، ويمكن كسرت شوية حقبة تاريخية للحارس الشاب طبعا دوناروما مع منتخب الأزوري، عمرها 5 سنوات وفقا طبعا للغة الأرقام. ما فيش اي حد يمكن لم يسبق ان تلقى الحارس دوناروما هدفين في مباراه واحده خلال مشواره مع منتخب ايطاليا على مر 5 سنوات. يمكن عارفين حضراتكم ان دوناروما الصيف دوت يمكن حصل على افضل حارس في اوروبا وافضل لاعب في كاس الامم الاوروبيه اللي كانت يورو 2020. زي ما بقول لحضراتكم ان دوناروما يعني كمان لاعب صغير، انت بتتكلم على لاعب لا يتجاوز ال 21 سنة، انتقل طبعا من ميلان لباريس سان جيرمان، بيتكلم على حقبة من التاريخ ان عمره في خلال 5 سنوات مع المنتخب الايطالي عمره ما دخل فيه هدفين في مباراة واحدة. يمكن كان حزين جدا لان هذا الرقم اتحطم امبارح عن طريق المنتخب الاسباني. طيب هنتكلم لسه كتير جدا في حلقتنا، زي ما بقول لحضراتكم حلقة دسمة جدا، هنتكلم على تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، هنتكلم كمان عن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، لكن خلينا نبدأ صحافتنا مع المحترف. نبدأ جولتنا في أسبانيا، تحديدا جريدة ماركا الأسبانية ركزت طبعا أكيد على فوز المنتخب الأسباني 2-1 على منتخب إيطاليا، وطبعا صعوده للمباراة النهائية المنتظر طبعا الفائز من فرنسا وبلجيكا. كتبت هذه الجريدة وكتبت يعني أسبانيا جيدة جدا، طبعا دي على طبعا واقع المستوى الرائع اللي ظهر به المنتخب الأسباني امبارح. كمان تحدثت عن تطورات قضية النجم الفرنسي امبابي ورغبته الشديدة في اللعب لريال مدريد، وكتبت ريال مدريد هو رغبة امبابي. طبعا الصحيفة كمان اهتمت بحالة برشلونة بعد طبعا التقرير المالي للإدارة الجديدة، وكتبت برشلونة في خراب. طبعا يعني عنوان قوي جدا جدا
يدل على يمكن الأزمة المالية اللي بيمر بيها برشلونة. لسه في أسبانيا، طبعا احتفالات الصحف الأسبانية بالفوز على المنتخب الإيطالي، تحديدا مع سبورت، دي جريدة سبورت اللي ركزت على تقرير فيران طبعا الرئيس التنفيذي لبرشلونة حول الوضعية المالية اللي يمكن خلقها إدارة بارتوميو الرئيس النادي طبعا السابق في برشلونة، وكتبت الإدارة الكارثية، يعني إدارة كارثية كانت بارتمونيو دابا طبعا المدير او رئيس برشلونه السابق، وتحدثت الجريده عن مستقبل الفريق وامكانيه التعاقد مع بعض اللاعبين، وكتبت يمكننا التوقيع، في اشاره طبعا ان ما زال هناك امل لابرام بعض الصفقات على مستوى الانفاق عن لفريق كره القدم. كمان الصحيفه اهتمت بفوز اكيد المنتخب الاسباني على منتخب ايطاليا 2-1 والتاهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية، وكتبت العرض والنهائي الكبير. موندو ديبورتيفو الأسبانية اهتمت كمان بتأهل المنتخب الأسباني لنهائي الدوري دوري أمم أوروبا على حساب أكيد المنتخب الإيطالي في نصف النهائي، بيقول فوز 2-1 وكتبت تاريخي، كما اهتمت يعني طبعا فوز تاريخي. اهتمت كمان على مستوى يعني المالي لإدارة برشلونة الجديدة، وكتبت الإدارة كارثية. كمان كل صحف بتهتم بيمكن إدارة برشلونة في الوقت الحالي وعندهم مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. وكمان أشارت هذه الصحيفة بالجدل الدائر ما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان حول أكيد النجم إمبابي، وكتبت ريال مدريد وباريس سان جيرمان وجهان لإمبابي وكلاهما يغازل اللاعب. يعني عايز اقول لحضراتكم هي اعتقادي مجرد وقت، هو يعني ماتر اوف تايم زي ما بيقولوا. امبابي اعلن صراحه انه عايز يروح ريال مدريد. الامور هل امبابي هينتقل لريال مدريد خلال الانتقال خلال يناير؟ ده سؤال. يمكن رئيس ريال مدريد قال وارد جدا انتقال امبابي في خلال شهر يناير، ولكن على الجانب الاخر ان باريس سان جيرمان بيقول ان امبابي مكمل لنهايه السيزون. لسه هنشوف امبابي وريال مدريد، بس هي مساله وقت ان امبابي اكيد هيكون موجود في ريال مدريد. طيب احنا لسه في اسبانيا مع صحيفه ايس اللي ركزت اكيد تاني على فوز منتخب اسبانيا على ايطاليا 2-1 التاهل للمباراه النهائيه، وكتبت يعني ماما يا ماما، يعني هم طبعا عندهم تعبير جميل جدا جدا، فخورين بأداء منتخبهم على المستوى الفني على مستوى النتيجة. وزي ما بقول لحضراتكم كمان من سنين طويلة لم يفوز المنتخب الأسباني على المنتخب الإيطالي في إيطاليا، وكانت مباراة تاريخية. كمان الجريدة تحدثت عن نصف النهائي الثاني، زي ما بقول لحضراتكم المباراة ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي، وكتبت هازارد ولوكاكو أو بنزيما وإمبابي. ده طبعا إشارة للمباراة اللي يمكن ستقام خلال يمكن دقائق من دلوقتي ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الفرنسي. الصحيفة كمان اهتمت بتقرير برشلونة حول تاني الوضع الاقتصادي للفريق، وكتبت برشلونة اقترب من الإفلاس. اهتمت بتصريحات طبعا تاني والدة كيليان إمبابي، وكتبت والدة إمبابي تفاوض باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد امبابي. اعتقد الكلام ده اعتقد غير صحيح، لان اعتقد امبابي خلاص مجرد وقت وهيكون موجود في ريال مدريد. الصحيفه ركزت على اكيد هزيمه المنتخب امام او هزيمه منتخب ايطاليا امام اسبانيا 2-1، وكتبت يمكن نوع من انواع الفخر على مستوى طبعا الصحافه الايطاليه، بتقول لهم شكرا ايطاليا، شكرا ايطاليا، لان على مستوى المباراه يمكن اللي شاهد المباراه عارف ان المنتخب الايطالي كان بيلعب ناقص واحد امام منتخب قوي جدا، كان النتيجه 2-0، ورجع تاني المنتخب الايطالي يحرز هدف. ودي طبعا جريده او صحيفه لاكازيتا ديلي سبورت اللي كتبت نحن نبقى الابطال. طبعا لاكازيتا كتبت كده، وكذلك قالت ان السلسله تنتهي بعد 3 سنوات 37 مباراه دون هزيمه. زي ما بقول لحضراتكم امبارح كانت مباراة قوية جدا جدا ما بين المنتخب الأسباني ومنتخب الألماني، وكانت طبعا نتيجة المباراة يعني في بعض الأحيان تكون نتيجة كبيرة، ولكن على مستوى الأداء
على مستوى أداء خاصة المنتخب الأسباني، أعتقد أدى مباراة كبيرة جدا جدا. لكن الصحف كمان الإيطالية بتشيد بأداء أكيد المنتخب الإيطالي اللي رجع للمباراة في وقت يمكن كان متأخر شوية، يمكن كان طبعا مع هزيمة يعني مع تخلفهم ب2-0 بيلعبوا ناقصين واحد، وكمان ناقصين واحد من قلب الدفاع، كان صعب الأمور جدا 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 على المنتخب الإيطالي. لكن بسالة المنتخب الإيطالي زي ما بيروح روح المنتخب الإيطالي دايما موجودة، يمكن قدروا يقربوا شوية بالنتيجة وأصبحت 2-1. لكن طبعا كان فوز تاريخي للمنتخب الأسباني، زي ما بقول لحضراتكم المنتخب الأسباني ما فازش على المنتخب الإيطالي يمكن في أرضه أكثر من 20 أو 25 سنة، وبالتالي كان فوز تاريخي للمنتخب الأسباني. وزي ما بقول لحضراتكم رغم الهزيمة لكن أشادت الصحف الإيطالية بالروح القتالية، أشادت بالمنتخب الإيطالي. لسه عندنا كلام كتير مع حضراتكم، ولسه عندنا كمان ضيف مميز جدا طبعا الناقد الرياضي محمد الباز هيكون معانا ومع حضراتكم لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية في المحترف. فقرتنا اللي جاية فيها ضيف مميز على مستوى النقد الرياضي على مستوى التحليل طبعا الناقد الرياضي محمد الباز، هنتكلم معاه زي ما قلت لحضراتكم عندنا حلقة دسمة جدا. هنتكلم أولا طبعا عن طبعا دوري أمم الأوروبية اللي يمكن كان السيمي فاينال امبارح ما بين أسبانيا وإنجلترا وفوز منتخب الأسباني 2-1، ويمكن الساعة 9 بتوقيت القاهرة المباراة الثانية، مباراة كبيرة جدا أكيد على مستوى الأسماء على مستوى المنتخبات ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الفرنسي. هنعرف كل دوت وتصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا. محمد مساء الخير عليك، برحب بيك منورنا في طبعا المحترف وفي قناة النادي الأهلي. مساء الخير كابتن هاني، أهلا وسهلا، تحياتي لجمهور النادي الأهلي. أهلا بيك يا محمد. زي ما بتقول عندنا حلقة دسمة جدا، إن شاء الله نلحق نغطيها بشكل كويس. هنبدأ أنا وأنت مع طبعا بطولة طبعا الأمم الأوروبية أو المباراة اللي كانت قوية جدا على مستوى الفني على مستوى الأداء على مستوى النتيجة على مستوى التاريخ على مستوى طبعا اسم طبعا الكبير منتخب الإيطالي الفائز أو الحاصل على اليورو 2020 أمام المنتخب الأسباني، الحق نتيجة ممتازة وصعود للمباراة النهائية. شايف أولا البطولة، يعني أنت كلمنا برضو على البطولة وشايف طبعا البطولة إزاي من وجهة نظر البطولة الأمم الأوروبية؟ خلينا نقول هي بطولة مستحدثة صحيح. لسه جديدة، يعني اتولدت وظهرت في 2018، والنهائي للبطولة كان في 2019، كان أمام البرتغال أمام هولندا، وفازت طبعا البرتغال، وهي يعتبر يعني أول فريق أو أول منتخب يتوج بالبطولة. البطولة بطولة جميلة، يعني بطولة يعني نقدر نقول بتشتغل باليوفا بيقسمها لأربع تصنيفات، تصنيف أول، تصنيف تاني، تصنيف تالت، تصنيف رابع. التصنيف الأول دايما للفرق اللي هي دايما يعني بحقها نتائج وأرقام أو بطولات، دايما التصنيف الأول يعني تقريبا 16 فريق من أقوى المنتخبات بيتم تقسيمهم لأربع مجموعات، الفائز الأول على رأس كل مجموعة بيتأهل للسيمي فاينل. وده اللي حصل لما شفنا طبعا تأهل أسبانيا على رأس المجموعة بتاعتها، تأهل بلجيكا، تأهل فرنسا، وتأهل إيطاليا. بعد كده بيحصل قرعة بيقابل الفريقين، شفنا امبارح مباراة القوية اللي هنتكلم عليها. أنا عايز أتكلم على المباراة ديت، أكيد بالزبط. أنت اتفرجت على المباراة. قبل المباراة خلينا نتكلم، كان المنتخب الإيطالي طبعا عامل نتائج رائعة، عامل الريكورد على مستوى يمكن 37 مباراة متتالية بدون هزيمة. بتتكلم على المنتخب الأسباني رغم خروجه طبعا من اليورو في إحباط شوية على مستوى اليورو 2020، ولكن شفنا مباراة مختلفة، شفنا مباراة على المستوى التكتيكي على المستوى الفني مباراة رائعة، يعني شفتها ازاي؟ ده مبدئيا هو توقف لسلسلة اللا هزيمة للمنتخب الإيطالي، زي ما حضرتك قلت 37 مباراة، يعني ريكورد طبعا، رقم قياسي مهم جدا. أسبانيا حطمت الرقم كاس، وقفت إيطاليا عند الرقم دوت، وده طارق قديم. كابتن هاني شفنا واتكلمنا هنا على اليورو، كانت برضو في السيمي فاينال أسبانيا وإيطاليا، وكانت مباراة قوية جدا، وكانت الكفة بتروح أكتر لأسبانيا كنسبة الاستحواذ، وتم انتهت المباراة بفوز إيطاليا بضربات الجزاء صحيح. طار كبير امبارح، هنتكلم على أسبانيا، 6-7 لاعبين شباب 18-17-18-20 هنتكلم عليهم بالتفصيل النهاردة.
عوده اللمسايا، عوده التيكي تاكا. انا يعني قلنا خلاص هي ماتت، بدات لا لسه موجوده على قيد الحياه. شفنا مباراه تكتيكيه عاليه المستوى، شفنا لعب الكعب، شفنا الشورت باس، شفنا تغيير الملعب يمين شمال من المنتخب الاسباني، عمل ماتش قوي جدا. طبعا العائق او التحدي اللي واجه مانشيني امبارح في اللقاء كان بطرد بونوتشي، هو يعني في الشوط الاولاني تقدر تقول هو حول اللقاء، حول المباراه، كان بيلعب 4-3-3 تحول طبعا ل 3-5-1، فبدا يشتغل على التكتل الدفاعي، ولكن من وجهه نظري هو تاخر كثيرا في كان التغيير. انا في اعتقادي طبعا هو في نقطتين في المباراه يمكن حولوا المباراه لحته ثانيه خالص، اعتقد هي. النقطه الاولى طبعا طرد بونوتشي، وده كان عامل مؤثر جدا جدا في خطه اللعب اللي بيعتمد عليها المنتخب الايطالي. النقطه الثانيه قبل نهايه الشوط وانسيني بيضيع هدف التعادل، كان لسه النتيجه 1-0 اعتقد، كمان انسيني في انفراد كامل بيضيع هدف مؤكد. اعتقد النقطتين دول لو كان وجود بونوتشي كان هيبقى المباراه راحه بشكل اخر. حاله التعادل والخروج طبعا خروج متعادل 1-1 غير لما تخرج مهزوم، دي كمان كان ليها تاثير سلبي على المنتخب الايطالي. بالتاكيد متفق معك تماما، فعلا دول النقطتين اللي عملوا تحويل للمباراه ورفعوا كفه الفوز لاسبانيا. والتحركات اللي شفناها ريكي محظوظ، ريكي حاطط، ريكي مدرب المنتخب الاسباني زرع الثقه في فريقه، عامل منتخب قوي كله شباب زي ما كنا بنتكلم. هو تقريبا 4 منهم بيلعبوا مع كومان في برشلونه، ولكن هنا فرق القدرات، المدرب بيعرف ان هو يقدر يشغل الكتيبه بتاعته ومجموعه اللي معاه بشكل افضل. شفنا اريكي امبارح يعني عمل تحول كبير تكتيكيا زي ما اتكلمنا، بيعتمد على شباب، احنا بنتكلم على 6-7 لاعبين شباب. يعني حضرتك اتكلمت النهارده، انا لسه هتكلم معاك في النقطه ديت، لان كمان خلينا نتكلم بكل امانه ان المنتخب الاسباني في بعض الصحف العالميه فعلا قالت ان المنتخب الالماني للشباب بيفوز على منتخب ايطاليا صاحب الذهبيه في اليورو 2020، ده كنايه عن ان عدد كبير من اللعيبه، اعتقد احنا يمكن قبل الهوا بنتكلم يمكن 2 بس لعيبه من منتخب اسبانيا هم يمكن تخطوا سن ال 30 سنه، وكل اللعيبه في سن ال 20، وفي لعيب عنده 17 سنه اللي هو طبعا جافي. يعني جافي، انت شايف هل بعض الناس بتقول ان هو ميسي القادم؟ برشلونه بتتكلم ان هو زي ما بيقولوا هو دلوقتي يعني كوره من الذهب او حلقه من الذهب في ايد برشلونه، وعملت له عقد 4 سنين وكتبت في العقد ان اللي يكسر اللي عايز يشتريه او يكسر هذا التعاقد يدفع 435 مليون جنيه استرليني. فانت شايف اللعيب ازاي؟ شايف كمان قدراته على مستوى المنتخب ازاي؟ وايه يعني خلينا نتكلم فرق الثقافة ما بين يمكن يعني خلينا نتكلم عندنا هنا في مصر، وفرق الثقافة على مستوى المدربين اللي بره، انك لاعب عنده 17 سنة بتحطه في مباراة نصف نهائي كبير جدا امام بطل اوروبا على ملعبه وعنده ثقة كبيرة جدا جدا جدا. كلمني على جافي كمستوى فني وكمان على مستوى ثقة لويس انريكي في هذا اللاعب. يعني صحيح، يعني هو جوهرة فعلا، بدأت الحديث عليه في الصحف وفرق كبيرة بتطارد دلوقتي جافي. جافي فعلا ظهر امبارح بمستوى رائع جدا، انا عايز اقول ان هو يعني دوخ جورجينيو وفيراتي في نص ملعب ايطاليا. جافي هيكون ليه مستقبل كبير، يعني انا ممكن نقول يعني ممكن يصل ميسي او نتمنى ذلك. 17 عام، مش هو بس لعيب، هو نفس طريقة بدري. بدري برضه لعيب 18 سنه، شفناه مع المنتخب الاسباني في اليورو الاخير، ظهر بمستوى رائع، دقه التمرير عنده والاستحواذ تخطى 90%. جافي لاعب مهم اللي هيظهر بشكل كبير جدا الفتره الجايه ايضا مع برشلونه، نتمنى ان هو ياخد فرص اكبر. مشروع، حضرتك قلت فرق الثقافات، هو ده المشروع اللي انا هناقشك في ده يا محمد، لان في تفاصيل كتير جدا، لكن تعالى انا وانت والساده المشاهدين نشوف فيديو لجافي، طبعا المعجزه، معجزه الكره الاسبانيه وامل الكره الاسبانيه وامل برشلونه، نشوفه مع حضراتكم ونرجع مع المحترف. نجم كبير منتظراه الكره العالميه وخاصه الكره الاسبانيه، محمد جافي زي ما بقول لك هو يمكن دلوقتي دخل كمان تاريخ على مستوى الأرقام، أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الأسباني يشارك بتيشيرت المنتخب الأسباني بعمر 17 سنة. طبعا يعني التاريخ بيبدأ كتابة التاريخ للاسم لجافي، اسم
هيكون ليه شأن كبير جدا. من بداية المباراة الأمس خلاص وضع نفسه في بقوة في تشكيلة المنتخب الأسباني مع إيريكي. والجميل والحظ اللي بيساعده زي ما احنا عارفين ان إيريكي بيلعب بفلسفة بيعتمد على الشباب، ودي الثقافة وده المشروع. انا عايز اطور منتخب لسنين. انا عايز اتكلم معاك في النقطة دي. يعني انت بتتكلم على لاعب عنده 17 سنة في مع منتخب اسبانيا بيلعب في برشلونة. ثقافة اولا يعني ثقافة يمكن مدربين مختلفة، الثقافة العامة مختلفة، لكن عايز اتكلم على عملية التطوير. وهو صغير كمان النجم دوت، ويمكن معانا بعض اللقطات ليه ان هو وهو صغير بيبان، وازاي بيشتغلوا بشكل علمي لتطوير اداء النجوم اللي عندهم، المواهب اللي عندهم. عندنا في مصر مواهب كتيره جدا جدا، لكن عمليه تطوير المواهب ديت دي نقطه هنقف عندها. بعد عمليه التطوير انك بتتكلم كمان على اعطاء الفرصه لهذه المواهب، ان برشلونه بيكون هذا اللاعب متواجد في برشلونه النادي الكبير، ان برشلونه بيديله مباريات، ثلاث مباريات على مستوى الدوري الاسباني وهو عنده 17 سنه. دي ثقافه. كمان على الجانب الاخر منتخب بقدر المنتخب الاسباني، وطبعا المدير الفني لويس انريكي بهذا القدر لعيب كبير جدا طبعا كان لعيب في برشلونه، انه عنده هذه الجراءه انه يجيب لاعب عنده 17 سنه ويلعب مباراه نصف نهائي امام بطل اوروبا على ارضه، فاعتقد ديت لازم نقف عندها. يعني هو امتى عندنا ممكن يكون عندنا هذه الثقافه؟ امتى عندنا نكون عندنا مواهب كتيره جدا جدا؟ وخير مثال دايما موجود محمد صلاح. صحيح. ازاي يكون عندنا محمد صلاح تاني؟ مش بالشكل اللي احنا ماشيين عليه في مصر، ده مش هيوصلنا لحاجه. محمد صلاح فلته، انا بيني وبين محمد صلاح فلته. صحيح. لكن عشان يكون عندنا مواهب، والمواهب دي عندنا مدربين وعندنا قدرات ان احنا نطور هذه المواهب، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ثقافة المدربين، لازم أدي الولاد فرصة أن هم يشاركوا. ثقافة مدربين المنتخبات، لازم مدرب المنتخب يكون عنده الجراءة أنه يديله زي ما بنقول كده بالبلدي خبرة دولية. ده ولد لسه عنده 17 سنة. شايف الجزئية دي إزاي محمد؟ وإنت عشت كمان في ألمانيا فترات طويلة وعارف كمان الفكر الأوروبي، الناس بتشتغل بطريقة مختلفة يعني. صحيح. يعني بمناسبة ألمانيا، هو نفس الفكر والفلسفة عملها هانز فليك مع المانشافت الألماني الحالي، برضو مصعد ثلاث لاعبين، جمال موزيالا 18 عام، مصعد لعيب هنسمع عنه في الفترات القادمة بشكل كبير جدا اسمه كريم ديمبي، بيتخانق عليه دلوقتي التوب تيمز في أوروبا في البونس ليجا، بايرن ميونخ ودورتموند ولايبسيج، ومؤخرا دخل ليفربول لخطف اللاعب، هو لاعب سالسبورغ النمساوي ايضا عنده 19 عام، وفي لاعب تاني اسمه فيرتز لاعب الماني 18 عام. الثلاثة موجودين في التشكيله اللي هيبدا بيها المباراه غدا ايضا هانز فليك. نرجع لاسبانيا، زي ما حضرتك قلت المشروع بيبدا من هنا لتطوير الكره في بلد ما او مع منتخب. محتاجين ان احنا ندي الثقه للاعبين الشباب، وده بيبدا من الانديه. طالما انت في اكتشاف المواهب عندك القطاع الناشئين بخير ويبدا النظر عليه، بيبدا المنتخب او الفريق الاول يتم تصعيد اللاعبين، بالتالي بيكون في فرصه كبيره ان هم يشاركوا في المنتخبات. اللي حصل مع اسبانيا مع إيريكي ده برضو رساله للمدربين، ورساله ايضا لمدربينا هنا ان نبص برضو مش ليس فقط على اللاعبين الكبار او اللي بيلعبوا بشكل اساسي في مع منتخب مع الفريق الاول، لكن ننظر ايضا للناشئين. محتمل يكون في لاعب لابد من اعطاء الثقه الفرصه للظهور، وده صحيح. المشروع للتطوير للمستقبل. صحيح صحيح. على مستوى التطوير وعلى مستوى المستقبل اكيد بنتكلم، ودايما بنجيب نماذج ديت قدامنا على مستوى المانيا. محمد ادى نموذج هايل. على مستوى اسبانيا حضراتكم جافي ده لعيب اعتقد مثال لعمليه التطوير بشكل كبير جدا. زي ما بقول لحضراتكم العلاقه ما بين كمان اتحاد الكوره والانديه بره مختلفه تماما. اتحاد الكوره بره بيدير العمليه، طبعا بيدير مسابقات، طبعا يعني في لجنه مخصصه لاداره الدوري و و و رابطه المحترفين. على مستوى الاتحاد هو مهتم بالجزئيه دي، مهتم بتطوير المدربين، مهتم جدا بتطوير المواهب. يعني الاتحادات بره بتشتغل بهذه
القوه وهذه البلان الطويل المدى. يعني المنتخب الاسباني مش بس مختصر ان هو بيتابع الدوري او لا، ده كمان بيخلي فيه مدربين بيروحوا لبرشلونه، مدربين يروحوا لاتلتيكو مدريد، يبصوا على الاولاد الصغيرين، يكون بيطوروا من المواهب. بعض المدربين او بعض الناس اللي شغاله في الاتحاد الاسباني كمدربين بيروحوا يساعدوا المدربين الموجودين في برشلونه، بيديهم افكار وبيشتغلوا معاهم لما يكون في موهبه زي جافي، بيطوروا هذه الموهبه. ليه بيطوروا هذه الموهبه؟ لان طبعا العائد الكبير على مستوى الكره الاسبانيه لما موجود جافي في موجود في برشلونه وزيه في اتلتيكو مدريد وزيه في ريال مدريد و و و، وبالتالي الدوري هيكون قوي، وبالتالي كمان المنتخب الاسباني هيكون قوي جدا. وشفنا اللي بقول لحضراتكم ده في جيل راموس وجيل طبعا توريس وجيل تشافي وانيستا، كل النجوم دول كانوا حقبه من اللاعبين اللي تم تطويرهم خلال سنوات طويله، وبالتالي حققوا كاس العالم طبعا وحققوا كمان بطولة أوروبا. احنا شايفين لويس انريكي بيحقق او بيحاول يعيد هذه التجربة من خلال لعيبة صغيرة، من خلال عندنا فران توريس طبعا اللي احرز هدفي المباراة، لعيب عنده صغير عنده 19 سنة وبيلعب في المان سيتي، وبالتالي دي خطة وده اسلوب بيتبعوه في أوروبا. وان شاء الله نتمنى بإذن الله هنا في مصر ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا زي ما انت بتقول يا محمد ندي فرص المدربين، يدوا فرص للوادي الصغيرين، حتى مدربي المنتخبات يدي الثقة. احنا لغاية دلوقتي في مصر اللاعب يكون عنده 23 و24 سنة يقول لك لا اللاعب ده ما يلعبش منتخب، ما عندوش خبرة دولية. لعيب زي دوت عنده 17 سنة، تخيل بعد 3-4 سنين يكون عنده 20 سنة، كم الخبرة وكم المهارة وكم الثقة في النفس هتكون عنده قد ايه، وغيره كتير. نفسنا الثقافة دي تتغير. صحيح. نشوف انا وانت كمان ارقامه على مستوى مباراة امبارح، طبعا جافي اللعيب الاسباني على مستوى مباراة امبارح مستوى امام المنتخب الايطالي كمان بتدل انه لعيب يمكن كمان على مستوى التحرك على مستوى التمرير لعيب هايل. مظبوط. طبعا هو طبعا لعب 85 دقيقة تمريرات صحيحة، يمكن التمريرات 53 تمريره منهم 49 تمريره صحيحه بنسبه 92%، مراوغات 7 منها 3 صحيحه، التحامات هوائيه 1 وفاز بيها رغم ان هو قصير شويه. لكن اللي دايما يهمني عمليه التمريرات الصحيحه، عمليه عدد التمريرات الصحيحه لولد عنده 17 سنه بيلعب امام بطل اوروبا 2020. بالظبط. وبالمناسبه اتعمل عليه امبارح 7 فاولات، يعني صحيح. هو يعني لاعب ستايل الشورت باسنج عنده ممتاز، دقه التمرير عنده زي ما حضرتك قلت تصل 90%، التيك وانس في الملعب. لا هو ده المثال للتيك تاكا فعلا الحقيقيه، المتعه اللي هنشوفها. ويشبه بدري لان بدري مصاب للاسف لم يلتحق بالمباراه، ولكن هو نفس الستايل تقريبا. يعني بدري كان ظهر في اليورو الاخير بنفس الشكل، يعني فوق 90% من دقة التمريرات، وعمل مباريات رائعة حول بيها المنتخب الأسباني دايما للامركز، يعني فرض سيطرته. صحيح. والاستحواذ بشكل كبير جدا. طيب كمان نشوف على مستوى الدوري المحلي بالنسبة لجافي، على مستوى برشلونة برضو نشوف أرقامه، لأن كمان مهم جدا إن احنا نشوفه مع برشلونة. يمكن لعب 3 مباريات بس. صحيح. لكن زي ما بقول لك عامل شكل أكتر من رائع. خمس في الدوري الاسباني لعب 5 مباريات ومباراتين في دوري الشامبيونز ليج، صناعه الاهداف 1، صناعه الفرص 3، تصويب على المرمى 2 بينهم 1 ما بين القائمه والعارضه، التمريرات 253 بنسبه 91% صحيحه، تمريرات بينيه 6 ما بين 3 تمريرات صحيحه، مراوغات 16 منهم 8 صحيحه. فعايز اقول لك ارقام بالنسبه لولد صغير عنده 17 سنه. وخليني اقول لك احلى تعليق يمكن انا سمعته من لويس انريكي مدير طبعا المدير الفني لمنتخب اسبانيا، قال لك جافي لما بسيبه كانه بيلعب في حديقه بيتهم. صحيح. يعني عنده نوع من الثقه وعنده نوع من الاريحيه ان هو المدرب شايف ان هو ما عندوش خوف، ما عندوش رهبه، بيلعب كانه بيلعب بلغتنا كده بيلعب في البيت، فعندوش الرهبه وعنده ثقة كبيرة جدا جدا في نفسه. يعني مظبوط. انا شفت لاعب يعني في 25 او فوق ال 25 عام، انا ما يعني ما تخيلتش ان هو 17 عام بهذه الثقة والقوة والمرونة لا يعني هو فعلا ده بيرجع بشكل كبير لانريكي اللي اداله الثقة. طبعا الثقة، وهو شجاع. يعني هو ما بيلعبش بس بجافي كواحد لاعب شاب 17 سنة، ده كان في 6 لاعبين شباب موجودين
مع المنتخب الاسباني ثقة وشجاعة منه وقوة ان هو الاعتماد على الناس ديت والظهور بالشكل الرائع دوت ويلعب على ايطاليا يعني ملك الدفاع والهجمات المرتدة وقفوهم بيلعب على جورجينيو بالظبط هو امبارح يعني زي ما بقولنا كده لعب على جورجينيو دوخوه يعني جافي لاعب مشروع عظيم موهبة جوهرة نقدر نقول اتمنى ان هو الاستمرارية طبعا مهمة جدا في مع الكوكبة اللي حواليه اللاعبين كلهم شباب خليط ما بين الشباب والخبرة مهم جدا زي ما اتكلمنا مشروع لتطوير الكرة في أي بلد أو طبعا منطقة. جافي طبعا مشروع كبير لتطوير الكرة على مستوى أسبانيا وهيكون نجم عالمي في المستقبل القريب. لسه عندنا حاجات كتير مع المحترف نروح فاصل ونرجع مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية برحب بحضراتكم وبرحب بيك يا محمد مره تانية. كنا واقفين قبل الفاصل عن مباراه المنتخب الايطالي والمنتخب الاسباني وكنا بنتكلم على تفوق المنتخب الاسباني على مستوى اللعيبه الشباب في المنتخب الاسباني على الكوره اللي فيها مزيج ما بين التيكا تاكا الاحتفاظ بالكوره والشكل الهجومي والدفاعي الاكثر من رائع. على مستوى المنتخب الايطالي كنت شايف اداؤه ازاي امام المنتخب الاسباني امبارح؟ هو التوتر نقطة التحول اللي احنا اتكلمنا عليها بعد طرد بونوتشي هو دوت اللي قلب المباراة. يعني بدأ يحصل الزعزعة عند مانشيني في إدارة اللقاء ولكن الشوط الثاني رغم ان هو زي ما اتكلمنا عمل التكتل الدفاعي وغير طريقة اللعب من لثلاثة خمسة واحد ومع ذلك واللعب على الهجمات المرتدة ده كان عنوان مانشيني في الشوط الثاني. ظهر بشكل كويس أفضل من الشوط الأول إلى حد ما ولكن تأخر في نزول كليني للسيطرة مرة أخرى على الدفاع مع في التكتاك اللي شفناها في اللمسات الشورت باسنج وتغيير الملاعب من المنتخب الأسباني امبارح إلى حد ما استطاع أن هو يعني يمسك زمام الأمور يتحكم في المباراة بعد نزول كليني إلى حد ما. شفنا كيزا امبارح ظهر بشكل كويس جدا وكان سبب في الضغط واللي سبب في الخطأ اللي شفناه وتم التحول هو ده اللي كان بيشتغل عليه صحيح. ولكن الحماس والقوة من المنتخب الإيطالي المعروف تعالى أنا وإنت برضو يا محمد نعرف كمان رأي مهم جدا عبر سكايب معانا من نابولي فرناندو دي نابولي ده طبعا أسطورة نابولي وأسطورة ميلان لعيب على المستوى صانع الألعاب كان أحسن صانع ألعاب في جيل العظماء في نابولي جيل مارادونا وكان يمكن اللعيب حقق بطولات كتيره جدا تقريبا حقق كل البطولات الا بطوله كاس العالم يعني مع نابولي حقق الدوري الايطالي حقق كاس ايطاليا حقق السوبر الايطالي حقق كاس بطوله اوروبا مع ميلان كذلك حقق الدوري والكاس وفاز مع الميلان بالتشامبيونز ليج. يعني فرناندو دي نابولي اسطوره كبيره جدا جدا يسعدنا ويشرفنا انه قبل دعوته هنا في قناه النادي الاهلي. بنرحب بيك ناندو في قناه النادي الاهلي. شكرا لكم وشكرا لقناه النادي الاهلي وتقبلت الدعوه بصدر الرحب وشكرا لك على المقدمه الرائعه التي قلتها وتحدثت عنها. شكرا لكم انا سعيد بتواجد اليوم معكم. نرحب بيك مرة تانية ويمكن بنتكلم عن مباراة أكيد تابعت المباراة كانت طبعا مباراة المنتخب الإيطالي ومنتخب أسبانيا. في وجهة نظرك الفنية أسباب خسارة المنتخب الإيطالي امبارح إيه؟ في حقيقة الأمر يجب أن نتحدث عن روعة المباراة. المباراة بالأمس كانت مباراة رائعة بغض النظر عن أن منتخب بلادي قد خسر المباراة على أرض سان سيرو لكن إيطاليا فقدت شيء من هيبتها بالأمس والسبب كان روبرتو مانشيني لكن أسبانيا التي رأيناها بالأمس كان منتخب كبير جدا. يعني هو شايف ان سبب الهزيمة روبرتو مانشيني رغم ان روبرتو مانشيني خلال 37 مباراة بدون هزيمة ريكورد كبير جدا للكرة الإيطالية. هو شايف ما الأخطاء يعني ايه الأخطاء اللي وقع فيها مانشيني امبارح تسببت في هزيمة المنتخب؟
روبرتو مانسيني قام بأداء عظيمة جدا مع إيطاليا في البطولة الأوروبية، ولكن بالأمس لم يكن موفق روبرتو مانسيني في بعض اختيارات المباراة، كبدء بباستوني في الدفاع ولقاء على جورجيو كليني، لكن إيطاليا قدمت مباراة جيد، لكن أسبانيا كانت أفضل ولويس إنريكي كان أفضل من مانسيني في قيادة المباراة. هل يعتقد كمان على مستوى الاختيارات لهذه المباراة ان المنتخب الايطالي ما كانش عنده يعني تارجت سترايكر، استبعاد طبعا يعني بعض الاسماء كان ليها تأثير سلبي من خلال المباراة على شكل الاداء الفني للمنتخب الايطالي، وخاصة على مستوى الهجوم اللي كان اكتر من رائع في امم 2020 وظهر بمستوى اكتر من رائع؟ هذا التجانس في الخط الامامي ما شفناهوش امبارح امام المنتخب الاسباني. أشياء هامة جدا حدثت وكان أكثر من سيناريو بأمس المباراة. روبرتو مانسيني لم يرتكب العديد من الأخطاء، الخطأ الوحيد له لم يبدأ بكليني كأساسي بدلا من باستوني، لكن الشيء الصعب هو الذي فعله ليوناردو بونيتشي بتلقيه البطاقة الحمراء، لاعب دولي ولاعب خبرة، الكوع الذي جعله خارج المباراة، لكن روبرتو مانسيني قدم أداء جيد وحاول إعادة المباراة مرة أخرى. كليني كان حالته البدنية ليست 100% ولهذا أبقى عليه في الاحتياطي. ما فيش شك طبعا أنه بيظهر بهذا الأداء حتى والعودة إلى حد ما للمباراة بعد الهزيمة 2-0، ده شيء يحسب للفريق، لكن خلينا نتكلم على خارج نطاق الفريق الجماهير. هل ترى ان كان ليس من الافضل لعب بهذه المباراه على سانسيرو ملعب الميلان، وخاصه ان دوناروما كان ليه استقبال عنيف جدا من جماهير اللي كانت موجوده طبعا نتيجه ان يعني رحيله من الميلان الى البي اس جي كان ليها اجواء سلبيه من خلال طبعا صفافير، من خلال مهاجمه دوناروما من خلال المباراه؟ أنت على حق، لكن أقول لك شيء مهم جدا، أن دوناروما أخطأ بالرحيل عن ميلان. نعلم أن هذا هو عالم الاحتراف، لكن جمهور الميلان كان يعشق دوناروما، ودوناروما كان بالنسبة لهم الملهم، وهم من أخرجوه للأضواء، ولهذا السفرات الاستيجان كانت كثيرة وكثيرة جدا. أيضا هناك لافتات وضعت أمام ملعب سانسيرو تسيء لدوناروما، وهذا ما أثر على مستوى دوناروما. لكن أنا لعبت في الميلان وأنت لا تعلم كورفا سود ميلانو وجماهير الميلان عندما يغضبون على أحد لا يستطيع اللعب، هو ذهب من أجل المال، ولهذا صفرات الاستجان كانت كثيرة وأثر بالسلب على مستوى دوناروما بالأمس في ملعب سانسيرو، لكن دوناروما أخطأ بالرحيل عن ميلان. ده كان طيب ده على مستوى المنتخب، على مستوى السيريا على مستوى الدوري الإيطالي، وزي ما احنا عارفين هو كان طبعا أسطورة في نابولي وأسطورة في الميلان. عايز أخد رأيه في الانطلاقة الرائعة لنابولي السنة دي، يمكن نابولي 7 مباريات 21 نقطة العلامة الكاملة، يمكن هو الفريق الوحيد في أوروبا على مستويات التوب 5 ليجز، المستويات بطولات الدوريات الأوروبية، الفريق الوحيد اللي عنده العلامة الكاملة. شايف إزاي انطلاقة نابولي السنة دي في الدوري الإيطالي؟ نابولي يقدم أداء رائع، أنا سعيد جدا بكل ما يقدمه لوشيانو سباليتي مع نابولي. سباليتي مدرب لديه خبرة عظيمة، كان مع روما وكان مع إمبولي، والآن يدرب نابولي ولديه الخبرة الكبيرة لقيادة سفينة نابولي بالفوز بالبطولة هذا العام. أتمنى نابولي، أنت لا تعلم الأمور في نابولي كما هي ساخنة، والجميع يريد الفوز بسكوديتو. عندما يفوز نابولي بمباراة يكون عيد، ما بالك إذا فاز نابولي بسكوديتو؟ سكوديتو غائب عن نابولي منذ 90 من أيام نابولي، لكن فوز سباليتي وفوز نابولي الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة، هذه نقطة إيجابية تحسب لسباليتي ولفريق البارتينوباي. أكيد سباليتي عامل شغل أكتر من رائع. ونيجي على مستوى طموحات، أكيد طموحات طبعا كل الجماهير نابولي هي الحصول على سيريا آه، لكن أمام منافسين أعتقد منافسين قوي جدا، بنتكلم على الميلان
بنتكلم على اليوفنتوس رغم التعثر في بداية لكن راجع بقوة. بنتكلم كمان على روما ووجود مورينيو. شايف التنافس ازاي السنة دي ما بين 4-5 فرق للحصول او للفوز بالدوري الايطالي؟ من وجهة نظري وأنا عاشق لنابولي، لكن هناك دائما قائمة تسمى قائمة المفضلات كما في الطعام. والسكوديتو صعب جدا بالنسبة لنابولي رغم الانطلاقة القوية. اليوفي بدأ أن يعود والجميع يجب أن يخشى اليوفي عندما يعود اليوفي، والميلان يقدم أداء رائع وجيد، لاتسيو أيضا في المنافسة، وروما لا تستطيع أن تستبعدها، والإنتر يقدم مع مانشيني رائع. النابولي ممكن لن يفوز بالدوري هذا العام، لكن على مستوى الطموحات أكيد نابولي أكيد طموحاته أنه يرجع تاني للأجواء الأوروبية، يلعب الشامبيونز ليج، يلعب حتى على مستوى الدوري الأوروبي. طموحات نابولي السنة دي ممكن يوصل ليها إزاي؟ وعلى الجانب الآخر زي ما أنت قلت يمكن اليوفنتوس بداية غير قوية، لكن الخوف منه الكرة الإيطالية بشكل عام شايفها إزاي بعد اليورو 2020؟ أنت تحدثت كثير عن الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا. إذا سألت كل طفل وكل ملهم وكل عاشق في نابولي هم يعشقون الدوري سكوديتو. مارادونا من حببهم في ذلك، ومارادونا من جعلهم يعشقون كلمة سكوديتو. لكن الحلم الذي يراود كل جماهير نابولي هو الفوز ببطولة السكوديتو، لكنهم لأن نابولي أذكياء يعرفون صعوبة أوروبا. صحيح طبعا، وعلى مستوى زي ما جبت سيرة مارادونا أكيد كمان على مستوى اليورو 2020 كان في فرحة كبيرة جدا لجماهير وعشاق الكرة في إيطاليا وشعب إيطاليا بالكامل. هو شايف مين من المواهب الصاعدة؟ كنا بنتكلم من شوية على جافي طبعا موهبة أسبانيا، هو شايف مين من المواهب الإيطالية اللي تكون حتى طريقة لعبه زي طريقة لعبه هو كان من أفضل صناع اللعب على مستوى الدوري الإيطالي في زمن العمالقة. شايف مين من المواهب اللي ممكن في الوقت القليل تساعد الكرة الإيطالية للفوز بكأس العالم؟ مارادونا صعب بتكراره، موهبة وجوهرة عظيمة جدا. لا ما فيش حد يقارن بمارادونا. فرناندو دي نابولي يستطيع تعويضه أكثر من لاعب، لكن اللاعب الذي يعجبني كثيرا لاعب الإنتر وسط الميدان نيكولو باريلا لاعب قوي جدا ويشبه لاعب فرناندو دي نابولي. لكن إذا تحدثت عن مارادونا ظاهرة عظيمة، جوهرة كانت في حياته وما زال نتذكره حتى في مماته. مارادونا لن يعوض، لا تقول لي كريستيانو ولا تقول لي ميسي، لا أحد يستطيع تعويض مارادونا. كان يقود نابولي بمفرده، وكان يقود الأرجنتين بمفرده، لكن اللاعبون هذه الأيام يتلقون المساعدة، لكن مارادونا كان يساعد نفسه بنفسه، كان يساعد الفريق لوحده. تعلمت معه الكثير وقودنا نابولي لسفينة العظماء. أكيد مارادونا طبعا في حتة تانية خالص، وطالما جبت سيرة كريستيانو عايزين كمان نعرف رأيه في نجوم العالم. بالنسبة له فرناندو دي نابولي مين حاليا أفضل لاعب في العالم بالنسبة له؟ ميسي adesso. الآن ميسي رونالدو قد يكون أكثر اكتمالا وأكثر بدنيا وعلى المستوى الاكتمال البدني والأهداف، لكن ميسي مختلف. وأنا أعشق نيمار طريقة لعبه تعجب فرناندو دي نابولي، لكن أعود دعني أتحدث. ميسي لن يعوض في كرة القدم مثل مارادونا، ميسي الأفضل في العالم. صحيح، يمكن يعني أنا ليا كمان رأي ويمكن أعرضه عليه. أنا في اعتقادي الشخصي إن كمان أكيد ميسي بيعمل يعني هو تاريخ كبير جدا ومن أفضل لعيبة على مستوى التاريخ في العالم، لكن ايه رايه كمان في محمد صلاح اللي يمكن كتير من النقاد والخبراء قالوا ان محمد صلاح يمكن مش متواجد في البالندور احسن لاعب في العالم في هذه النسخه، لكن
يعد من افضل اللاعبين على مستوى العالم في الوقت الحالي، شايف ازاي صلاح وتالقه مع ليفربول؟ صلاح حلم، حلم لجميع الانديه الاوروبيه واللاعيبه العالميه، لاعب بسيط، لاعب داخل وخارج الملعب يحلم به كل ادارات الانديه. صلاح رأيته مع فيورنتينا ورأيته مع روما، تهانينا للمصريين. روما قام بتطوير صلاح كثير جدا، والآن يعمل أشياء كثيرة في ليفربول، وأنا متأسف أن صلاح ترك إيطاليا. إيه الفروقات اللي يمكن شافها؟ هو طبعا تابع صلاح وهو موجود في إيطاليا في روما، وتابعه أكيد من خلال طبعا وجوده في ليفربول. إيه اللي شافه الفروقات، التطور الكبير اللي حصل في مستوى محمد صلاح ما بين وجوده في روما ووصولا لما يقدمه الآن مع ليفربول؟ روما كان يلعب تحت ضغوطات الكورفا سود، وكان يلعب تحت ضغوطات جماهير روما، وكان يقدم أداء، لا أقول ضغوطات كان لا يقدم، لا كان يقدم أداء رائع، لكن الشعب الإيطالي أكثر حماسا وشغفا في الكرة أكثر من الإنجليز. الأمور في إنجلترا أمور هادئة. أنت أيضا ترى مدرجات الأنفيلد، وكنت ترى مدرجات الأوليمبيكو، الأوليمبيكو دائما تشجيع، والغلطة هناك بحساب، لكن في ليفربول يلعب بمتعة، يلعب باستمتاع، يقدم أداء، ليست عليه الضغوطات، كتب اسمه بحروف من ذهب، ولديه الرصيد الكبير الذي يجعله يقدم أداء رائع. صلاح في ليفربول يقدم أشياء لن تحدث كثيرا في كرة القدم. ناندو دي نابولي، أسطورة نابولي وأسطورة الميلان، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون لقاءات كثيرة معك. طبعا محمد، تعليقك على اللي قاله، طبعا نجم كبير زيه، ويمكن زي ما بيقول هو لعب طبعا في جيل مارادونا، ونابولي كان متألق بشكل كبير جدا، لكن هسألك في الاختيار كأفضل لاعب في العالم حاليا. الناس لسه بتتكلم طبعا ميسي ورونالدو، بتتكلم على يمكن جورجينيو، بتتكلم على دي بروين، يعني مش آن الأوان ان فعلا محمد صلاح بما يقدمه من يعني عروض رائعه على مستوى البريمير ليج والتشامبيونز ليج انه يكون صاحب جائزه افضل لاعب في العالم؟ بكل تاكيد. انا يعني احنا شايفين محمد صلاح هو قد يكون الاقرب للمنافسه على جائزه افضل لاعب في العالم. حصل تصنيف اخير يعني طبقا لسكاي سبورتس اتكلمت بشكل كبير على الموضوع دوت كابتن هاني، وحطت كريم بنزيما رقم واحد من المرشحين لافضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، ودي مفاجاه. ولكن كريم بنزيما على بلغه الارقام والاحصائيات وبلغه يعني المجهود الكبير اللي عامله مع ريال مدريد في ظل الظروف الحاليه يستحق، وده بيجي طبعا بمعايير معينه بيتم اختيار افضل لاعبين. حصل كريم بنزيما على ما اعتقد على 22 نقطه، ثم ياتي محمد صلاح في المرتبه الثانيه يعني تقريبا ب 20 نقطه، والمفاجاه ان هالاند رقم 3. اهم مفاجاه ليا كانت حكيمي في المركز السابع في الترتيب دوت باريس سان جيرمان، وده برضو شيء مشرف. نرجع لصلاح، طبعا صلاح مع الاستمراريه، مع القوه، مع يعني صلاح اسطوره بيقدم شيء مختلف لكره القدم. شاهدنا الاسبوع الماضي كل الصحف وكل الخبراء كره القدم الانجليزيه والاوروبيه والعالميه تحدثوا بشكل رائع عن محمد صلاح، والكل يشيد به ويتمنى ان يكون طبعا موجود ان شاء الله ان شاء الله يعني متاكدين، وكل دعوات طبعا لنجمنا الكبير محمد صلاح. لكن نرجع لمباراه طبعا اسبانيا وبلجيكا، ونروح لتصريحات لويس انريكا المدير الفني للمنتخب الاسباني بعد الفوز على ايطاليا 2-1. Es una victoria muy bonita, la verdad. Primero de todo porque بالطبع إنه نصر جميل به إلى النهائي، ونحن ضمن أفضل منتخبين في البطولة. هذه الهزيمة لإيطاليا كان لابد لها أن تحدث، فلكل سلسلة انتصارات بداية ونهاية. أعتقد أن هذا السجل الإيطالي مذهل. أنا ممتن لما نحن عليه كمنتخب، وشكرا لكرة القدم التي لا تزال موجودة في كل ملعب. أحسن لاعبون الأداء وهم سعداء جدا. علينا الآن التعافي والتفكير في المباراة النهائية. أنا سعيد لأجل النتيجة ولأجل المنتخب، لأنه واصل العمل إلى النهاية. عانينا في آخر الدقائق،
لكننا سنركز الآن على النهائي. أما بالنسبة لي فأنا بحالة جيدة، تحدثت مع الفريق الطبي وأعتقد أنني بحالة جيدة، وأفكر الآن في مباراة يوم الأحد. طبعا لويس إنريكي بيفكر في المباراة النهائية، مباراة يوم الأحد القادم. الفائز ما بين المباراة اللي يمكن يعني بدأت من 5 دقائق ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي، ده هيكون طرف الفائز منهم طرف في المباراة النهائية أمام منتخب أسبانيا وخروج إيطاليا. روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي قال إيه بعد الهزيمة من أسبانيا 2-1؟ وددت لو لم تحدث هذه الهزيمة كنا سنخسر مباراة عاجلا أو آجلا، لكنني قلت لو خسرنا مباراة فالأفضل أن نخسرها هنا أمام إسبانيا بدلا عن نخسرها في نهائي بطولة أمم أوروبا أو نهائي كأس العالم. أعتقد أننا عدنا بقوة رغم الهزيمة وتفهمنا بالفعل أننا الجانب الأفضل. لعب كيليني بصورة جيدة، أما بشأن بونوتشي فقد ارتكب خطأ، وليس بوسعك ارتكاب مثل هذه الأخطاء في مباراة كهذه. رغم أن المنتخب الإسباني جيد فهو قادر على المحافظة على الكرة، والمباراة كانت متكافئة من ناحية فرص تسجيل الأهداف، سنحت لنا فرصة كبيرة لمعادلة النتيجة، لكن للأسف لم ننجح. أعتقد أننا كنا جيدين ونافسنا طيلة دقائق المباراة. طبعا روبرتو مانشيني أكيد حزين لخسارته بعد يمكن سلسلة من لا هزيمة وصلت ل 37 مباراة بدون هزيمة، يتلقى الهزيمة في أرضه في سانسيرو على مستوى المنتخب الأسباني. المباراة الثانية محمد اللي يمكن لغاية دلوقتي 0-0 ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي، هقولها لك في جملتين، انت دي بروين ولوكاكو ولا بنتكلم على بوجبا وبنزيما، مين اللي هيفوز فيهم؟ يعني توقع صعب جدا يعني، وده طار قديمة كابتن هاني، نفتكر في النسخة الأخيرة من كأس العالم 2018 في السيمي فاينال برضو كان فرنسا وبلجيكا وفازت فرنسا ب1-0. طار قديم. السؤال جميل، دي بروين لوكاكو قوة كبيرة، وأنا أعتقد يعني أن ممكن يكون فرنسا صاحبة الحظ الأكبر، وجود كريم بنزيما في أحسن حالاته، امبابي بيظهر بشكل كويس في تشكيلة قوية جدا، يعني غياب للأسف كانتي بسبب الإصابة بفيروس كورونا بيعوضوا طبعا لاعبين كتير. انا اعتقد السكواد بتاع فرنسا هو قد يكون الاقوى، ربما هو يعني الاقوى والافضل من سكواد بلجيكا، ولكن بلجيكا في التصنيف العالمي لكرة القدم التصنيف الفيفا ورقم 1، يعني فريق قوي، فريق دايما موجود في النهائيات. هي مباراة طبعا صعب جدا التكهن بيها، مباراة على مستوى فني كبير جدا فرنسا وبلجيكا. هنتابع طبعا نتيجتها مع حضراتكم من خلال فقراتنا، لكن نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا في المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية في فقرتنا. دلوقتي هنتكلم عن تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم 2022، واكيد بالطبع هنتكلم على منتخبنا اللي عنده مباراة مهمة جدا على مستوى النتيجة إن شاء الله، وإن شاء الله يعني أنا متفائل إن احنا هنعمل نتيجة وأداء جيد جدا على مستوى طبعا أمام المنتخب الليبي. محمد، تصفيات أفريقيا كمان الأمور مشتعلة، يمكن في بعض الفرق نقدر نقول إنها عندها جزء كبير من الثقة، جزء كبير من الراحة إنها بتفوز بشكل كويس. كان في مباراتين امبارح تموا، والنهاردة في يمكن 8 مباريات بتقام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالنسبة للتصفيات الأفريقية. اللي يهمنا أكيد في الموضوع منتخب مصر، شايف مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الليبي بكرة شكلها إزاي؟ يعني بكل تأكيد لا حديث يعلو على مباراة مصر وليبيا، مباراة قوية طبعا. دعواتنا للمنتخب المصري إن شاء الله نفوز بكرة، مباراة قوية لا بديل عن الفوز، لابد من يعني السيطرة. أنا شايف إن مستر كيروش زرع ثقة في خلينا أنا وأنت قبل ما نتكلم على إن برضو في حاجات كتيرة جدا نتكلم على منتخبنا وكيروش المدير الفني الجديد.
دي طبعا نتائج مباريات اتلعبت لغايه دلوقتي في التصفيات. السودان اتعادلت 1-1 مع غينيا، المغرب فازت 5-0 على غينيا بيساو، الكونغو الفوز 2-0 على مدغشقر، ليبيريا بتنهزم من الراس الاخضر 2-1، تنزانيا هزيمه 1-0 امام بنين. المفاجاه من وجهه نظري هو خساره المنتخب النيجيري امام جمهوريه افريقيا الوسطى 1-0، غينيا الاستوائيه بتفوز 2-0 على زامبيا، رواندا بتنهزم امام اوغندا 1-0. يعني مباريات طبعا في ماتشين ده هيتلعبوا دلوقتي، مالي امام كينيا وتونس امام موريتانيا، ده بيتلعبوا دلوقتي. محمد اعتقد حقف عند النتيجتين، النتيجه الاولى فوز المنتخب المغربي 5-0. المنتخب المغربي يعتبر من اقوى منتخبات على مستوى افريقيا. صحيح. الجزء الاخر هزيمه المنتخب النيجيري 1-0. اه دي المفاجاه الوحيده، يعني المفاجاه طبعا في فوز المنتخب المغربي 5-0 على غينيا، وطبعا يعني تهانينا للمنتخب المغربي الشقيق طبعا. المفاجأة نيجيريا وخسارتها دي مفاجأة كبيرة جدا في التصفيات بكل تأكيد. أما بقية المباريات يعني كانت بعض النتائج متوقعة وليست حماسية لحد ما. لسه تقريبا برضو هنشوف منتخب الجزائر ومنتخب تونس يظهروا بشكل طيب. خلينا مع منتخبنا، يمكن في بعض الناس يمكن طبيعي جدا، ويعني كل مرحله فيها اختيارات وكل مرحله بيكون فيها مدير فني. صحيح. في بعض الانتقادات على الاختيارات، في بعض الانتقادات على مستوى يعني مباراه حتى الوديه اللي اتلعبت امام ليبيريا. شايف اختيارات كيروش لمباراتي ليبيا يعني الى حد ما مقنعه، مع غياب يعني يعني شريف، هو يعني بالنسبه لي محمد شريف هو المفاجاه في اختيارات او القائمه اللي اختارها مستر كيروش. غير كده احنا قلنا كنا بنتكلم من على يعني منتخب اسبانيا ومنتخب ايطاليا ومنتخب المانيا واختياراتهم. لو رجعنا على منتخب اسبانيا نفس الكلام، يعني كان في انتقادات كبيره جدا في عدم اختيار إريكي للاعيبه ريال مدريد. ويعني احنا لو بصينا ريال مدريد في لعيبه كبيره جدا، يعني اسينسو كارباخال طبعا هم مصابين، ولكن في لعيبه يعني ممكن نقف عليها زي ابراهيم دياز، زي ما وقفنا هنا على محمد شريف وقفشه نفس الكلام. بالنسبه لي هي يعني اختيار الى حد ما تشكيله مقنعه، مع وجود العناصر اللاعبين المحترفين على راسهم طبعا محمد صلاح. هنتكلم على التشكيله طبعا بشكل مفصل، ولكن يعني نفس الكلام بيظهر شخصيه كيروش، عنده فكره، عنده فلسفه عايز يبداها، بينادي بالسبورت من جميع الشعب المصري والصحفيين والاعلاميين. احنا طبعا اكيد بنسبورت مستر كيروش ونتمنى الفوز لمنتخبنا. اكيد اكيد طبعا كلنا ورا منتخبنا طبعا باذن الله، لان في اعتقادي الشخصي في مباريات كده محمد بتبقى مباريات فاصله، مباريات اعتقادي الشخصي ان شاء الله الفوز على المنتخب الليبي في المباراه بتاعه بكره، وكمان لازم تعمل نتيجه ايجابيه هناك في ليبيا. صحيح. اعتقد هيبقى تقريبا يعني بنسبه 70-80% وصلنا للنهائيات المؤهله لكاس العالم. لكن خلينا نتكلم شويه على نقطه مهمه يمكن تكون فيها الخير، يعني دايما كيروش بيفوز مع كل المنتخبات اللي مسكها في اول مباراه لي، دايما بيكون الفوز هو طريقه. يعني حتى كل المنتخبات اللي مسكها في تصفيات كاس العالم المؤهله لكاس العالم واخرها طبعا مع ايران، كل اول مباراه بالنسبه له بتكون مباراه فوز. هو عنده خبرات كبيره جدا في اداره المباريات بخصوصا التصفيات كاس العالم، وفعلا شفنا نتائجه بيدير المباريات بشكل رائع، وفعلا مع كل بدايه بيكون فوز، وده طبعا يعني خبر وفعل رائع وكويس. نتمنى ان شاء الله الفوز غدا. مباراة ليبيا تكتيكيا وفنيا كابتن هاني طبعا هتكون مباراة قوية بكل تأكيد. ليبيا يعني لو احنا نتكلم هو تقدم 12 مركز في التصنيف العالمي لكرة القدم للفيفا في سبتمبر الماضي، أصبح الآن أعتقد في المركز 110، وده برضو يعني بيدي دافع كبير لمنتخب ليبيا. عندهم 7 محترفين يعني لعيبة كبار جدا، اعتقد غدا هيلعب بشكل دفاعي بحت كالتولات، هيلعب على الهجمه المرتده. طب تعالى انا وانت بس نشوف قبل ما يلعب المنتخب الليبي اعتقادك الشخصي ان
يمكن في المؤتمر الصحفي كيروش قال انا مش جاي اعمل ثوره في الكره المصريه، بمعنى ان انا مش عايز اعمل ثوره، مش بمعنى ان انا مش هغير كتير، وده اللي قاله، مش هغير كتير في خطط اللعب، ولكن كيروش على مستوى المنتخبات وعلى مستوى كل مدرب بيبقى ليه طريقه لعب محببه، هي طريقه بالنسبه له طريقه 4-3-3 هي الطريقه اللي دايما بيشتغل عليها. طبعا منتخبنا في الفترات اللي فاتت كان بيشتغل 4-2-3-1. هل تفتكر هل كيروش هيغير طريقه اللعب، هيلعب 4-3-3 ولا هيستمر 4-2-3-1؟ ده سؤال. هل وجود محمد صلاح يكون ليه تاثير في اختيار التشكيل واختيار طريقه اللعب اللي تخدم بيها المنتخب مصر، وخاصه الاستفاده الاكبر من قدرات محمد صلاح؟ بكل تاكيد انا اعتقد ان هو ممكن بشكل كبير يلعب بطريقه 4-3-3، وده بيخدم بشكل كبير على طريقه محمد صلاح، وده تقريبا هي نفس الطريقه اللي بيلعب بيها كلوب مع ليفربول، بالربط ما بين ارنولد ومحمد صلاح مع هندرسون عاملين شكل رائع جدا. انا اعتقد هو وده دليل، او يعني ممكن نقول يعني بعض التكهنات او الافكار، ان اختياره للتشكيله تقريبا يعني رايح بشكل كبير لطريقه 4-3-3، يعني استبعاد أفشة، استبعاد محمد شريف، بيديك الفكر ان هو 4-3-3 عايز يلعب على العرضيات، عايز يلعب على يعني اللي يبقى معاه هيدرز، معاه برضو مهاجمين اقوياء. انا شايف ان مستر كروش عنده هنا ميزه حلوه جدا، ان اللاعبين المحترفين في افضل حالاتهم على راسهم محمد صلاح، ويعني اتكلمنا كتير جدا عن محمد صلاح، عندنا عمر مرموش. عمر مرموش دلوقتي يعني معلومه مهمه جدا، يعني ان هو بينافس على افضل لاعب شاب في البوندسليغا في الاسبوع الاخير. صحيح. ده يعني وهو كان صاحب هدف الفوز على امام هوفن على فكره، كان عندي كان يعني كنت بكلمه يمكن الاسبوع اللي فات، عمر من المانيا، سبورت طبعا ليه وبشوف احواله ايه. هو يعني كان متفائل جدا جدا بالفتره اللي جايه، وكان بيقول لي اتمنى ان انا اكون موجود في منتخب مصر. وعمر على المستوى البروفيشنال، لعيب فيري بروفيشنال. انا انت عارف طبعا الدوري الالماني، هو ملتزم جدا جدا، وكمان حابب لما يعني كلمته عنده اصرار انه ان شاء الله لما يجي منتخب مصر هيعمل حاجه كويسه قوي، ده مهم جدا. وكان نفسه يقول يعني انا عارف ان انت يمكن المفروض من فتره طويله يمكن كنا بالنادي ان صحيح. يمكن كابتن حسام البدري او الجهاز الفني يبص على محترفينا اللي بيلعبوا بره، فهو عنده 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 شغف قوي جدا، لعيب على المستوى الفني لعيب كويس جدا. وكلمته بقى كمان في طريقه اللعب، هو قال لي يمكن كان في فولسبور كان طريقه اللعب مختلفه شويه عن شتوتغارت، لكن هو بيجيد كراس حربه، تارجت راس حربه، وبيجيد كمان جناح وده مهم جدا. يعني ممكن جدا كروش عنده يعني عنده الاوبشن ان يشوف عمر في كذا بوزيشن ويجربه لو ان شاء الله النتيجه تسمح. يعني اكيد بكل تاكيد فعلا عمر يمتلك قدرات فعلا خاصه. الهدف التحول اللي احرزه عمر مرموش امام هوفنهايم في الدوري الالماني، زي ما قلنا بيلعب كسترايكر بشكل ناجح جدا، وبيهدف وعنده يعني القابليه لترجمه الفرص لاهداف. صحيح. تقدر تعتمد عليه زي ما قلنا جناح ايسر، يعني قد يكون ايضا وبديل او يعني مكمل لرمضان صبحي. وهنتكلم على التشكيله، هي دي تقريبا الفكر اللي عايز يبدا بيه كيروش بلعب 4-3-3. طب يعني وجهه نظرك التشكيله كده من وجهه نظرك ممكن نبدا ازاي، او كيروش ممكن يبدا المباراه ازاي بكره؟ يعني ب 4-3-3 يعني 4-3 ممكن نقول للشناوي طبعا اتمنى ان هو يبدا، يعني سمعنا يعني كلام كثير عن اصابته، ولكن يعني هو كيروش قال ما كانتش اصابه، كان كدمه خفيفة وان شاء الله يعني يكون متواجد يعني ان شاء الله. الشناوي امامه طبعا ما فيش كلام، الونش وحجازي زي ما اتكلمنا عن المحترفين، حجازي بيقدم ادوار ويعني في كامل لياقته ومرونته مع صحيح. الاتحاد السعودي وراجع بقوه. الونش وحجازي طبعا انا شايف ان بكره لازم نلعب بطريقه هجوميه، فبالتالي لو انا اتكلم ناحيه اليمين اعتقد ان مستر كروش هيبدا باحمد فتحي، وده السبب ان هو استدعى احمد فتحي ليكون مكمل مع محمد صلاح في الجناح اليمين. ومن ناحيه الشمال طبعا فتوح، يعني فتوح شويه عنده الجانب على حساب ايمن اشرف، على حساب يعني. ايمن اشرف ممكن اعتقد ان ايمن اشرف قد يكون هو الاساسي في مباراه ليبيا في ليبيا، لان ايمن اشرف يعني يميل اكتر للدفاع، هو قوي جدا يعني من وجهه نظر مقارنه بفتوح، هو الاقوى في حته الدفاع، ولكن الفرق هو فتوح في التكمله وفي اللعب الجزء الهجومي افضل، الجزء الهجومي بشكل افضل.
طبعا في وسط الملعب اعتقد السوليه بكل تاكيد يعني اللي هو اعتمد عليه واداله الفرصه كامله، فهو السوليه ممكن يحط النني في ارتكاز مع السوليه امامهم. طبعا زي ما اتكلمنا محمد صلاح في جناح ايمن نفس طريقه ليفربول على الجانب الايسر كجناح ايسر ممكن يبدا برمضان صبحي ومصطفى محمد في الهجوم. يعني اعتقد يعني ناقص واحد يعني انا اتمنى ان هو يعني يشارك عمر مرموش. انت دلوقتي احنا الاربعه الدفاع خلاص، احنا بنتكلم احمد فتحي حجازي الونش وفتوح، بنتكلم على وسط الملعب لو 4 3 3 لازم يكون عندنا 3 في وسط الملعب. تفتكر هنلعب يعني الطبيعي لو بنلعب 4 3 3 حتى على طريقه ليفربول يبقى عندك راس مثلث يبقى طارق حامد ممكن يكون نني او السوليه بالظبط، يعني يكون او السوليه ولا النني والسوليه؟ يعني انا لو النني والسوليه يبقى عبد الله مش موجود، عبد الله سعيد مش موجود، يبقى عندنا طارق حامد اعتقد ده 6 الارتكاز الوحيد الموجود. يبقى عندنا اختيارات ما بين ان يكون طارق حامد قدامه اثنين، يا قدامه النني وعمرو السوليه، يا قدامه النني وعبد الله سعيد، يا عمرو السوليه وعبد الله سعيد. يعني هو الثلاثه ممتازين جدا، الثلاث اختيارات يعني اعتقد هيكون لهم يعني مكانه كويسه ودافع كويس. انا اعتقد ممكن يكون النني مع عمرو السوليه وامام عبد الله سعيد، يعني انا يعني بستبعد طارق حامد. يعني انت بتثبت النني كرقم 6 بالظبط، ويبقى 8 و10 هم عبد الله سعيد وعمرو السوليه. اوكي بالظبط، فده اعتقادي طبعا مع محمد صلاح او رمضان صبحي وفي الهجوم مصطفى محمد. تمام، اعتقد تشكيله مناسبه. يا زي ما بنقول دايما الناس كانت بتتكلم، هو وده سؤال بيطرح من زمان على فكره، يعني يقول لك هو محمد صلاح بيقدم مع ليفربول بشكل اكتر من رائع، طب مع المنتخب تاني بنكرر وبنقول عوامل كتيره جدا جدا بتتوقف على اداء اللاعب. احنا زي ما بقول لك هو محمد صلاح ما بيلعبش تنس او ما بيلعبش سكواش عشان تحكم عليه، يعني دي مش لعبه فرديه، لعبه كره القدم لعبه جماعيه، وبالتالي لازم يكون كل المنظومه، مش هقول ان احنا بنعمل منظومه عشان تخدم على محمد صلاح، لكن نعمل منظومه يقدر محمد صلاح يطلع قدراته اللي جزء كبير بنشوفها مع ليفربول. طريقه اللعب ده واضح جدا انها بتساعد محمد صلاح انه يعني يبقى داخل لجوه، مش 4-4-2-3-1، بيبقى متطرف شويه على الطرف وعنده واجبات دفاعيه اكتر شويه، لكن 4-3-3 قريب من ال 18. وعلى فكره محمد صلاح من الداتا اللي جبناها من اكتر اللعيبه اللي احرزت اهداف من داخل ال 18 وهو كمان جناح، يعني محمد صلاح احرز اهداف كتيره جدا وهو لاعب جوه ال 18، من بره ال 18 لكن معظم اهدافه من جوه ال 18، وبالتالي اعتقد 4-3-3 الانسب صحيح لمنتخب مصر ككامل، وطبعا لمحمد صلاح بشكل خاص. يعني بالظبط في وجود الاسكواد بنفس التشكيله ديت هي يعني قد تكون مقنعه بشكل كبير جدا لتحقيق التارجت والهدف من 4-3. طب المنتخب الليبي، المنتخب الليبي طريقه لعبه ازاي؟ هل المنتخب الليبي هيبقى بيعتمد بشكل كبير على الزون ديفنس اعتمادا على الكاونتر اتاك، معتمد على كوره ثابته؟ تتوقع هل في مفاجات في المنتخب الليبي انه يلعب ضاغط من قدام، ولا هيتحفظ في نص الملعب ويعتمد بشكل كبير على الهجمه المرتده او احد الكرات الثابته؟ يعني انا اعتقد ان هو هيبدا متحفظ شويه في بدايه اللقاء، ممكن يلعب بشكل دفاعي، يلعب على الكونتر اتاك. انا شايف ان هو يعني هيلعب، عنده بعض اللاعبين المميزين يا كابتن هاني، برضو عنده 7 محترفين، حمودي اللاهوني ده لاعب تردي، لاعب كويس قوي، لاعب قوي جدا، اكرم يعني توفيق، يعني اعتقد احمد فتحي ان شاء الله هو طبعا هو الوينج شمال، يعني ناحيه احمد فتحي او بالزبط. احمد توفيق، فاعتقد ان هم هيقدروا يوقفوه بشكل كبير، هو لاعب مهم لتشكيله المنتخب الليبي. انا اعتقد هيعمل التكتل الدفاعي ويلعب على الكونتر اتاك بشكل كبير، معاهم مدرب قوي جدا يعني خفير كليمتي، المدرب رائع كان معاهم يعني في حقبه قديمه من 2013 ل 2016، سابهم ورجع تاني حقق معاهم اهم بطوله واول بطوله للمنتخب الليبي، كانت بطوله امم افريقيا المحليين اعتقد كانت 2014. عامل تشكيل، عامل توليفه كويسه جدا، ظهر بشكل كويس في المباراتين الاولين طبعا زي ما شفنا والعلامه الكامله. فريق ليبيا فريق مش سهل، فريق قوي، لازم ناخد في كل الاعتبارات ان هو عنده لاعبين ممكن تخلص صحيح، ممكن وعنده شيء. كمان يعني المنتخب الليبي كمان زي ما احنا بنقول منتخب حقق العلامه الكامله، الضغوط
الطبيعية هي على منتخبنا، لكن احنا واثقين جدا جدا مين ان شاء الله فرقتنا بكرة هتقدم مباراة قوية على الجانب البدني على الجانب الفني وكمان على مستوى النتيجة امام فريق يحترم بشكل كبير وهو المنتخب الليبي. نطلع لفاصل ونتواصل في المحترف. اهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف. كنا بنتكلم على المباراة اللي كلنا مستنيينها بكرة إن شاء الله ما بين المنتخب المصري ومنتخب الليبي في الجولة الثالثة في دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. زي ما حضراتكم تابعتوا هنا معانا في قناة النادي الأهلي كان المؤتمر الصحفي لكيروش، اتكلم على استعدادات منتخبنا، اتكلم على الأجواء الإيجابية جدا، اتكلم على محترفينا، اتكلم على استعداده الكبير جدا واستعادة كل اللعيبة إن شاء الله لمباراة إن شاء الله تكون مباراة كبيرة واستعادة صدارة هذه المجموعة. على الجانب الآخر أكيد خافير كالميني ده طبعا المدير الفني الأسباني للمنتخب الليبي اللي كان عنده كمان مؤتمر صحفي بيتكلم على استعدادات المنتخب الليبي للقائه أمام المنتخب المصري بكرة. نروح نشوف هذا اللقاء ونرجع مرة تانية مع المحترف. Bueno, todos los cambios de entrenador dan una motivación especial a los jugadores. Yo, el entrenador anterior que tenía Egipto, creo que era un buen entrenador. Pero conozco más a Queiroz. Queiroz ha estado en España varios años. Ya ha estado en muchos equipos, entonces le conozco y es. Es un entrenador de mucho nivel. Bueno, nosotros la categoría del nivel que tiene Egipto desde hace muchos años, se ha jugado muchos mundiales y y dentro de África es un extraordinario equipo. Nosotros somos un equipo más humilde, más modesto. Pero que es un equipo muy sacrificado, que trabaja mucho y y yo estoy muy contento con dirigir a mi equipo y a los jugadores que tengo. هو حاليا سعيد بالمنتخب بالمنتخب الليبي بالرياضي اللي عنده لان بدلوا جد مجهود ان يوصلوا للمرحله هي. وجود محمد صلاح على قائمه المنتخب المصري شايفه لا بس سؤال لا انا هبقى سؤال اتفضل عادل محمد وكاله اس ان تي في الرياضيه الانجليزيه اس ان تي في الانجليزيه مستر سنيور عادل طبعا مدرب كبير لمنتخب محترم ديربي بين دولتين غارتين. Bueno, lo yo creo que difícil va a ser el partido de todas formas para nosotros. Pero ya le digo que Egipto tenía un gran un muy buen entrenador antes. Ya ha fichado a un muy buen entrenador ahora. De todas formas, no es una pelea entre Queiroz
طبعا هذه يعني ما هيش حرب بينه وبينه ومدرب منتخب المصري يا مش هو porque Queiroz es más joven que yo y a correr y a jugar creo que me gana. طبعا كيروف اصغر منه حتى في العمر يعني ما o sea que nosotros vamos a estar sentados dirigiendo a nuestros equipos. بنكونوا جالسين على 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 البنك بس كل واحد يعني بيساعد فريق بتاعه. Y estoy seguro que Queiroz piensa vencer y yo pienso vencer. نفس الشيء يعني كل المدرب هو المدرب خفير كليمنتي والمدرب الثاني هم خاشين يربحوا يعني بالفوز يعني. Pero uno de los dos se va a equivocar. يعني واحد منا حيغلط يعني يا هو يا حضرته يا حضرته يا المدرب الاخر. ده بيانبنيد استاذ في الصوت اللي جوه ده ليبيا ولكن كان تامس بريمو ده كيب وكل شيء مونتر قضية الاستحواذ رغم انه كان في الاستحواذ اقل في الدولتين الماضيتين كان صدر الرئيس ولا سباتيوس بس انا كنت نمس البالون كيف ستتعامل مع المنتخب المصري وهل ستعالج هذا الامر خلال هذا الاسبوع؟ Los dos partidos anteriores, mister, nosotros no controlamos el balón, no dominamos el balón, si usted le va a arreglar contra el equipo, esta mañana. No sé, yo ese aspecto del juego que tiene usted, lo valoro, pero no, no sé si vamos a tener más el balón o no. Yo no suelo jugar para tener el balón, yo suelo jugar para ganar. Bueno, y hasta ahora hemos tenido suerte y hemos ganado los dos. No sé lo que va a pasar mañana. Mire usted, yo ya soy con muchos años de entrenador. طبعا هو انت السؤال تسال فيه هو مدرب يعني لي باع كبير في كرة القدم. Y desde que empecé, من بداية في التدريبات en cualquier equipo que haya estado, أي فريق يكون متواجد معاه ولا منتخب متواجد معاه, de mucho nivel o de menos nivel, من المستوى العالي ولا المستوى المتوسط, siempre he inculcado a mis jugadores que tienen que ganar. دائما هو يعطي في الصيغة الرياضية انه دائما متوجه للفوز. Y unas veces ganan y otras veces pierden. بعض الأحيان يفوزوا وبعض الأحيان يخسروا. Pero esa es la ley del fútbol. لكن هذا قانون هذه حياة كرة القدم يعني. Solo Salah. محمد صلاح يحكينا في رياضي محمد صلاح. Tiene un valor a nivel internacional. طبعا رياضي عالمي يوجد معه. Pues que nosotros no tenemos. والرياضي يعني زي محمد صلاح يعني أفضل رياضيين في العالم حاليا وإحنا منتخب ليبيا ما عندناش رياضي مثلا زي محمد صلاح. Por tanto, sabemos lo que es y va a ser luchar y trabajar contra un equipo de ese poderío como lo que representa Salah. وأكيد إحنا عارفين كيف نلعب بطريقة هي وكيف نكافحه يعني مش نلعب ضد منتخب مصر, منتخب مصر جد منتخب قوي يعني. Bueno, el nivel físico de Libia, en las condiciones que podemos estar, están bien. Estamos bien. La Liga Libia es un poco complicada porque acaba muy tarde, no ha habido mucho descanso. Pero los tres partidos con el de mañana que vamos a jugar, el nivel físico del equipo es bueno. Ok. طبعا خافيير كليمنتي دي المدير الفني للمنتخب الايطالي وطبعا مدير فني اسباني يقود المنتخب الليبي رحله الوصول المنتخب الليبي لرحله طبعا الوصول لكاس العالم. محمد هقول لك ثلاث ملاحظات وتعلق لي عليهم.
الملاحظه الاولى قال ان هو طبعا كيروش مش غريب عليا، اعرفه كويس من خلال الدوري الاسباني دي مره واحد وبالتالي يعرفه. الجزء الثاني بيتكلم احترامه الكامل لمنتخب مصر، اكيد بوجود محمد صلاح اكيد هيكون قوه ضربه. الجزء الثالث هو اتكلم ان في وقت من الاوقات يا انا هغلط يا كيروش هيغلط، وبالتالي هو داخل متحفظ لحد كبير ولكن بينتظر من كيروش انه يغلط، وبالتالي هو كمان عنده بلان وعنده خطه. اعتقد هتكون مباراه على المستوى التكتيكي ما بين اثنين مدربين كبار خارج الخطوط، هتكون مباراه كبيره كمان بكل تاكيد. هو كيروش معروف طبعا يعني عالميا وهو مذاكره كويس، واضح جدا. النقطه الاولى، السؤال الاول والسؤال الاخير الاثنين يعني بيكملوا بعض، واضح ان هو عنده خطه، واضح ان هو عايز يلعب على يعني الضغط ممكن للعمل اللعب على الاخطاء، يعني عايز يغلطنا زي ما بيقول عشان يكسب فرص. على فكره عنده لاعبين جدا زي ما اتكلمنا سراع ان هو يقدر ان هو يعمل التحول. هو كمان قال لك انا مش بيهمنيش الاستحواذ قوي، يعني حتى يعني من لغه الحوار كده واضح ان هو ممكن يسيب الاستحواذ ويكون القوة الضربة بتاعته زي ما بيقول كاونتر اتاك، لا قدر الله خطأ من مدافع صحيح. او كرات ثابتة، يعني ممكن يعتمد على الثلاث نقاط دول بشكل كبير. صحيح، عن الكرات الثابتة بالاخص هم من يعني مميزات المنتخب الليبي، عندهم لاعب اسمه علي يوسف وسانتو من لاعبين اقوياء جدا بيلعبوا على الكرات الثابتة بشكل كويس جدا، والكونتر اتاك ده بكل تأكيد. محمد صلاح هو طبعا محمد صلاح من وجهة نظره هو المرعب ويعني المخيف بالنسبة للمنتخب الليبي. القيمة التسويقية لمحمد صلاح 120 مليون يورو، والقيمة التسويقية للمنتخب الليبي 18 مليون يورو. محمد صلاح في مكان تانية، انا اعتقد ان هم هيتصوروا معاه بكره بعد اللقاء، اتمنى بعد الفوز ان شاء الله منتخب مصر باذن الله. ان شاء الله محمد بنشكرك شكرا جزيلا، وباذن الله ان شاء الله الفوز لمنتخبنا. شكرا جزيلا محمد. شكرا جزيلا. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا بكره، كل التوفيق لمنتخب مصر. الفوز بكره مهم جدا جدا على المنتخب الليبي، ان شاء الله يكون اداء وفوز كبير ان شاء الله، ونكون نتصدر مجموعتنا ويكون ان شاء الله العبور والبوابه للوصول بإذن الله لكأس العالم 2022. دي كانت نهاية حلقتنا، بشكركم شكرا جزيلا، معادي مع حضراتكم في يوم جديد مع المحترف الاثنين اللي جاي في نفس الميعاد. شكرا جزيلا.